كبير الكندي. مساء الخير الشيخ عبد الله، واهلا وسهلا فيك في حديث الروح بدايه، وانا فعلا سعيده باستضافتك في اول حلقه من 2015. ضيف قوي وضيف دسم وممتلئ بالاحداث وبالاخبار اللي ان شاء الله راح يستمتع بها المستمعين وراح يستفيدوا ايضا بها. شكرا نايله على هذه المقابله، واتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على دعوتي واستضافتي في هذا البرنامج، وأيضا التحيات الطيبة للإخوة الكرام المستمعين والمواظبين على استماع هذا البرنامج. الله يسلمك الشيخ عبد الله. أعطي كذا المستمعين نبذة عن سيرة الشيخ عبد الله بكثير الكندي. ولد في صلالة 1937، درس في المدرسة السعيدية من سنة 1946 إلى 1951، ثم انتقل بعد ذلك إلى محطات مختلفة في دول الخليج، رح نتوقف إن شاء الله عندها في الحلقة. عندما عاد إلى السلطنة في مطلع السبعينات، عمل في بداية الأمر نائب مدير إداري في وزارة المواصلات سنة 1973، ثم مدير إداري أيضا في نفس الوزارة في يوليو 1974. أشرف على افتتاح أول مكتب لوزارة المواصلات في حي الشاطئ بصلالة، كان يضم دوائر الكهرباء والمياه والطرق وميناء ريسوت. مايو 75 سافر إلى بريطانيا حتى إبريل 76 في دورة، ثم عاد مايو 76 إلى أغسطس 76 مدير عام المديرية العامة إلى مدير عام المديرية العامة للكهرباء من 76 إلى مارس 80، ثم انتقل إلى وزارة الزراعة والثروة السمكية مديرا عاما للثروة السمكية لمدة 18 عاما ونصف. بعدها انتقل إلى وظيفة أخرى وهي مستشار لوزير الزراعة والثروة السمكية حتى التقاعد في يناير 2000. إذن ذاكرة فعلا ثرية بالأحداث. إن شاء الله راح نقف محطات مختلفة من الأربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات، لكن لن تكفينا حلقة اليوم إلا إلى سنتوقف عند محطة السبعينات لنكمل المسيرة مع الشيخ عبد الله بكثير في الحلقة القادمة، لأيضا نقف عند تجربة في العمل في وزارة المواصلات ووزارة الزراعة والثروة السمكية، وجيل الشيخ عبد الله يعني جيل يشكر، جيل المؤسس لبناء نهضة عمان عندما استلموا العمل في السبعينات البنية الأساسية والبنية التحتية للمفهوم الإداري أو للعمل الإداري قامت على أكتافهم. على 90-45-6 نستقبل رسائلكم النصية، 90-45-6، ودعنا نبدأ معك بالتاريخ الشيخ عبد الله. والتاريخ يقودنا إلى ظفار، وعندما نقول ظفار في الأربعينات وظفار في الثلاثينات فنتكلم عن الشكل الاجتماعي والشكل الاقتصادي لظفار في ذلك الوقت، وهذه المرحلة بالذات الأربعينات كان فيها الحرب العالمية ونتائج الحرب العالمية وتأثيراتها أيضا على المنطقة. في مجمل حديثنا ونبدأ حديثنا بهذه النقطة، ظفار تاريخيا اقتصاديا وأيضا كيف تكيفت وتعايشت مع نتائج الحرب العالمية الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، محدثكم شيخ عبد الله بن علي بكثير الكندي من مواليد مدينة صلالة 1937، من أسرة ميسورة الحال، أهلها وأبنائها دائما يزاولون أعمال التجارة. لا شك أنه محافظة ظفار يعني لديها مقومات اقتصادية يعني أعطت سكان ظفار يعني منذ القدم، نعم، وحتى اليوم حياة طيبة، حياة عاش فيها المواطن،
سعيد جدا. نعم. هذه المقومات أولا الزراعة. نعم. التي يعني هي المصدر الرئيسي للأغذية في ظفار. طبعا الإنتاج الزراعي كان عندنا من المزارع الموجودة في صلالة، وبالتالي المزارع الأخرى يعني الفصلية التي تكون دائما في منطقة الجبل. المورد الثاني هو الثروة الحيوانية اللي حب الله بها هذه المنطقة. والثروة كانت أيضا الرافد الثاني لسكان محافظة الظفار، سواء كانوا في المدن أو في الجبال أو في خارج المدن في الصحاري. أيضا ثروة البحر. نعم. ظفار كانت فيها مواسم جيدة، يعني اشتهرت بأنواع كثيرة وجيدة من الثروة السمكية، ومن أهمها السردين. وكثير من المؤرخين تحدثوا عن هذه الثروة، تناولوها كثير، لأن هذه الثروة كان يعتمد عليها أهالي ظفار دائما، أولا في علف المواشي، والجزء منها لسماد المزارع الذي كان منها محصول، لأن يعني الذرة والمسيبل والدخن، وأيضا زراعة البر. هذه يعني المزروعات اللي أيضاً كانت تزرع في ظفار. أيضا نعم تزرع في ظفار. أيضا عندنا هناك محصول اللبان، هذا المحصول اللي كان هو يعني الذي أدخل يعني ظفار في التجارة الخارجية. نعم. يعني محصول اللبان علم أبناء ظفار أن يسافروا إلى الخارج بهذه السلعة، لأنه كانت هذه السلعة التي لها قبول في الهند. نعم. ولها عائد في الهند. وهذه الثروة من قديم الزمان. يعني الأستاذ عبد القادر الغساني كتب كتاب عن ثروة اللبان، كتاب مفصل فيه كل شيء. نعم. يعني منذ آلاف السنين حتى اليوم في ثروة اللبان، وجاءت كثير من الغزوات الخارجية لاحتلال هذا الأرض، ولكن أهلها وأبنائها دافعوا عليها. نعم. وحموها من كل الغزوات. نعم. لأنه هذا اللبان طبعا كان يعتمد عليه في الكنائس، ويعتمد عليه في كثير من المعابد التي تعتبر أنه هذا اللبان يعني من البخور الإلهي، أو البخور يعني اللي يقلب دائما يعني الأرواح الطيبة، الأرواح ويقلب دائما البركة. إلى آخره. طبعا أنه بالنسبة لأسرتي يعني دخلت في تجارة اللبان. جدي رحمه الله يعني كان أحد الناس يعني اللي دخل في تجارة اللبان، وكثير أيضا من أبناء محافظة الظفار، يعني من كل ولايات المحافظة. نعم. كثير من الرجال يعني أصبحوا يشترون اللبان ويمولون. كيف كان تمويل اللبان؟ كان أهل المزارع في اللبان يمولوهم المواطنين باحتياجاتهم من الحبوب ومن الكساء ومن الأطعمة، وأهم شيء عندهم السليط العربي، لأنه هذا اللبان مادة لزقة في أيديه. نعم. لازم كل مساء الواحد بعد شغل هذا اللبان إنه لازم إنه يدهن إيده، يدهن يده حتى تخوز اللي يعني يخفف من هذه الأشياء اللي دائما يعني التصق فيه. صادرات اللبان كانت إلى الهند، وكانت تدر على يعني المشتغلين بتجارة اللبان، وتجارة اللبان يعني أرباح جيدة. واستمرت سنين طويلة حتى قامت الثورة في الهند، ثورة الهنود على الاستعمار البريطاني. منذ قامت هذه الثورة بدأت أسعار اللبان تتهاوى، حتى عندما طلع الاستعمار البريطاني من الهند منعت الهند قبول أي بضاعة من خارج الهند، سواء كان لبان أو غير اللبان، إلا إذا كان التجار في الهند فتحوا اعتمادات
للبلدان التي تصدر مثل هذه الأشياء. الأشياء نعم. نحن في ظفار أو في سلطنة عمان عموما ما كان في بنوك في ذلك الوقت، فلهذا واجه الظفار خسائر كبيرة خاصة في الصادرات. الصادرات هذا عوائدها كان العملة الصعبة، العملة الروبية كانوا يعني الروبية أو الريال، يعني هذا المحصول محصول بيع اللبان يستوردون فيه التجار أشياء تحتاجها ظفار، يستوردون السكر، يستوردون الأرز اللي ما كان موجود في ظفار، يستوردون أنواع الأقمشة والحراير، يستوردون العطور والبخور اللي كان من أهم الأشياء بالنسبة للعائلات في ظفار. نعم. يعني الحقيقة بعد ما منعت الهند دخول اللبان خسرت الناس خسائر كبيرة. نعم. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل بعد العسر يسر. نعم. لا شك، وربنا سبحانه وتعالى كرر هذا الكلام في كتابه الكريم، بعد العسر يسرى. يسرى صحيح. بعد هذا بالنسبة للاحتياجات اللي تحتاجها إلى ظفار، تحولت المواني الحرة من الهند إلى عدن، وأصبح الناس يتجهون إلى عدن، ولكن عدن طبعا صادرات اللبان انتهت بالنسبة للموضوع، انتهت إلى آخره. أنا في الواقع دخلت المدرسة السعيدية. قبل دخول المدرسة السعيدية الشيخ عبد الله، يعني وجود الزراعة في ظفار والثروة الحيوانية والأسماك واللبان وكل هذه الأشياء جعل ظفار لم تتأثر بنتائج الحرب العالمية الثانية، يعني الناس كانت مكتفية، ما كان في مجاعة. ظفار الحمد لله كانت مكتفية، وكان كل أبناء ظفار في السهل والجبل وفي الصحراء كلهم يعملون. ما عندنا مثلا أيدي عاملة وافدة. نعم. كل الناس يعملون. وكل الصناعات المحلية، من يعني خياطة الملابس، من يعني أثاث البيوت، من مواد البناء، كلها من ظفار. كلها. نعم. يعني من نخيل ظفار، كلها من أشجار الجبل اللي تعطينا كثير من المواد اللي تساعد في البناء. الحمد لله كان عندنا أيضا زراعة الفندال. نعم. هذا برضو يعني ساعد كثير في الغذاء. يعني أنا يحدثون الأهل عندما كانت الحروب السابقة اللي يذكرونها، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. نعم. يعني كانت مجاعات في العالم، في العالم بالفعل، كما يقال إنه الناس في بعض البلدان أكلوا حتى الجلود يأكلونها. ظفار لم تمر عليها هذا الحالة. نعم. كانوا أهل ظفار يعيشون في نعيم. يعني المحاصيل هذه الزراعية. نعم. سواء كان المحاصيل يعني من الحبوب الموجودة في مزارعهم، أو اللحوم اللي توفرها يعني المناطق الجبل. نعم. والسمن اللي يأتينا من الجبل بمحاصيل كبيرة ويصدر حتى منه مثلا إلى مسقط، وإلى مثلا يعني حضرموت، وإلى عدن. تصدر كثير كميات من السمن، إلى مسقط وتصدر إلى حضرموت وتصدر إلى عدن، لأنها يعني محتاجة إلى مثل هذا النوع. نعم. يعني التأثير الحقيقي اللي أضر بالناس هو قيام الهند بمنع استيراد الظفار من اللبان من ظفار، هو اللي أثر فعلا في المستوى الاقتصادي في ظفار، لأنه هذا الثروة درت يعني أرباح جيدة، وبنت كثير من الرجال وساعدت يعني في يعني احتياجات البلاد من هذه المواد اللي ذكرتها سابقا. نعم. راح نكمل حوارنا معك الشيخ عبد الله بكثير الكندي، لكن قبل بعد ما أذكر الأخوة المستمعين برقم رسائل النصية، هو 90 45 6 90 45 6. وضيفنا هو الشيخ عبد الله بن علي بكثير الكندي، من مواليد 1937، ذاكرة حافظة لأحداث مختلفة إن شاء الله راح نتناولها تباعا في حلقة اليوم. إذا 90 45 6 هو رقم رسائلنا النصية، 90 45 6. تحياتي لك نائلة، وللمخرج عبد الرحمن، ولجميع المستمعين تحية خاصة إلى الشيخ عبد الله بن علي، وأسعد الله مساءكم بكل خير من هيثم المسعودي.
والله يسعد مساك بالخير يا هيثم. شكرا جزيلا نائلة على استضافتك لأهم الشخصيات العمانية المميزة. سؤالي للضيف الشيخ عبد الله، هل يمكنك أن تحدثنا عن رحلتك البحرية الأولى وماذا تعلمت منها؟ تحياتي الصادقة للشيخ عبد الله وعائلته الكريمة. هذه رسالة من الأستاذ خلفان الطوقي. شكرا جزيلا لك أستاذ خلفان، وإن شاء الله راح نتكلم عن الرحلة البحرية الأولى وتفاصيل هذه الرحلة البحرية الأولى. إذن 90-45-6 هو رقم رسائلنا النصية. نعود إلى ظفار وإلى دراستك في المدرسة السعيدية، وهنا توثيق أيضا لبدايات المدرسة السعيدية ربما تكون في ظفار لمرحلة الأربعينات، وهذه مرحلة جدا مهمة. كيف كانت الدراسة فيها؟ من الأساتذة أيضا الذين درسوا فيها؟ المدراء الذين تناوبوا عليها؟ حديثك توثيق للزمن الشيخ عبد الله. في الواقع توفى والدي وأنا من العمر 5 سنوات، وتولى أخي يعني رعايتنا، كل الأسرة رعايتنا. نعم. اعتبر أنا أصغر أخواني الأربعة. لنا مزرعة يعني كما هو معروف حاليا أمام حي الشاطئ في صلالة. نعم. تبعد عن قصر صاحب الجلالة حوالي 2 كيلو. كنت طبعا يعني أعتقد بلغت من العمر حوالي 6 سنوات أنزل إلى هذه المزرعة. نعم. تسمونها بستان في صلالة. نسميها بستان. نعم. إلى هذا البستان. أذكر في يوم من الأيام وكانت الـ 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 الأرض المقابل لهذه المزرعة لا زالت كانت الفضاء، يعني وإحنا في المزرعة نشوف البحر، شاطئ البحر نشاهده وإحنا في هذا المزرعة. نعم. خلف قصر صاحب الجلالة هناك برضو قصر ثاني يسمونه أهل ظفار بيت قابوس. بيت قابوس. نعم. يعني هذا بيت قابوس منذ ولادة صاحب الجلالة السلطان قابوس حفظه الله وعافاه إن شاء الله بحول الله يا رب. في يوم من الأيام أذكر أنه وأنا جالس إلى تحت هناك عندنا مظلة إلا شفت كأنه ناس جايين من صوب قصر السلطان قابوس. فنزلت من المزرعة إلى الشارع. إلا وهذا عربة لأول مرة أشوفها في حياتي، عربة يجرها شخص وبجانبه شخص آخر. نعم. وقفت أنتظر حتى وصلوا إلى عندي. وصلوا إلى عندي رأيت في هذا العربة السلطان قابوس وكان عمره 3 سنوات. نعم. يعني تقديري بعد ما عرفت تقدير الأشياء إنه عمره أعتقد قريب من 3 سنوات. نعم. فالجماعة اللي معه واحد يسموه سالمين قابوس. الثاني المرافق عنبر بن كوت رحمه الله. هذا عنبر من الرجال المسنين اللي كانوا من عهد السلطان تيمور، يعني مع بعض الناس المسنين. نعم. اللي كانت الحكومة تعتمد عليهم لأمانتهم ولشجاعتهم ولقدرهم وعقلهم. نعم. الناضج. وهذا كان أحد المرافقين دائما للسلطان قابوس في رطورته. نعم. وكان الرجل الوحيد اللي يسمح له بدخول بيت العائلة. نعم. ليعرف احتياجاتهم وبالتالي وفروها لهم. فكان رحب بعنبر، عنبر لأنه يعرف أهلك وعائلتك. نعم. يقول لي عبد الله إيش سوي أنت هنا في البيض؟ أقول له والله أنا جيت بغيت بيذان وينزعوا لي كذاب، اشرب كذاب. نعم. يعني لاحظت أنه السلطان قابوس لابس ثوب أبيض. نعم. كوت صغير، كم المسقطية، ينظر ما يتكلم، ينظر إليك، ينظر. بعمر 3.5 سنين تقريبا، أقل من 3 سنين عمره. نعم. أنا كنت حوالي 6 سنوات. نعم. من العمر. واستمريت على هذا الحال لأنه كل يوم خميس كان يطلعون به في هذه الطريق. هل
اقتربت منه وحاولت تكلمه؟ حاولت؟ انا ما تكلمت معه، لكن نعم. كان حوارك مع العسكر؟ لانه ما يتكلم، ما هو يتكلم، بس كنت انا اتحدث انا وعنبر، لكن ينظر الى الحوار اللي بينك. ينظر، نعم، يعني نظرات مركزة، يعني يشع الذكاء من عينيه. نعم، الله يحفظه، حفظه الله، الله يحفظه. يعني شوف، هذا طفولته، فيعني هذا الذكاء يعني كان مما وصلت اليه عمان الحمد لله بجهوده. نعم. وبعقله وبنضجه. نعم، الله يعني في الحياة. نعم. واستمريت أكثر من سنة ونص، يوم الخميس أنزل تلقائيا من شان أشوف السلطان قابوس. نعم. وأتحدث مع عنبر في هذا الكلام. بالضبط. بعد هذا خلص، يعني أنه كبرنا شوية. نعم. وأصبحت أنا ما عاد لي مثلا أهمية بالمزرعة أنزل فيها، لأنه صرت مع الأولاد نلعب كورة هناك في صلالة، ونروح كذا في أماكن قريبة وهكذا، وصار نزولي للمزرعة يعني قليل. لكن لمدة عام كنت حريص على أنك أكثر من عام أو عام ونص، وأنا حريص دائما أنه يوم الخميس أنزل إلى بيرنا من شان أشوف العربانة اللي تحمل اللي يلفها هذا المرافق. نعم، عنبر بن كوت وسالمين. سالمين يدف العربة، وأما عنبر كان هو يحمل تفق. نعم. وماشي. يمشون حوالي 3 كيلو. نعم. ثم ينزلون ناحية البحر ويعودون إلى بيت السلطان قابوس. نعم. يعني هذه فعلا تسجلها في ذاكرتك للزمن. الحقيقة يعني كانت يعني الأشياء التي لا تنسى، ذاكرة أنا ما أنساها. حتى الحمد لله يعني بشرنا ونحن في الغربة بتولي صاحب الجلالة مقاليد أمورنا في عمان. نعم. دخلت المدرسة وعمري حوالي 9 سنوات، لأن السلطان سعيد بن تيمور كان يمنع دخول الأولاد للمدرسة أقل من هذا السن. ليش؟ لغرض معين يعني. لغرض معين، لأنه كنا ننزل يعني من بيوتنا في صلالة إلى المدرسة السعيدية اللي هي قريب من الحصن، مسافة حوالي 3 كيلومتر، وبعضهم يقوبون من أبعد، فلهذا يخشى على هذا الأولاد. نزولنا تعرف بين المزارع. بين المزارع، نعم. يعني إنه ما حد يذينا، أحيانا تكون شيء من الآفات والأشياء اللي تخرج يخاف الطفل. حيوانات سائل وما إلى ذلك. ما يدخل أي واحد المدرسة عمره أقل من 9 سنوات. حتى يكون قادر على حماية نفسه. على يعني. حماية نفسه. نعم. يقدر يعني ينزل من بيته إلى المدرسة ويطلع بأمان. كانوا مدرسين أفاضل، كلهم مدرسين من أبناء محافظة ظفار باستثناء المدير. أخواني اللي يعني أكبر مني في السن، بعد أخونا الأكبر أول ما درسوا في المدرسة السعيدية عند افتتاحها، الأول منهم الأخ سالم اللي أنا سافر بالتالي للبحرين، أول من دخل المدرسة السعيدية مع الدفعة الأولى كان مدير المدرسة السعيدية الأستاذ إبراهيم الحكيم. نعم. من وين أستاذ إبراهيم الحكيم؟ هذا استعاراته الحكومة من الحكومة السعودية. هو من أهل مكة. نعم. يعني يمكن بقى حوالي 6 سنوات هو مدير المدرسة. مدير السعيدية. وهو اللي أسس المدرسة. نعم، أسس المدرسة السعيدية. نعم. إبراهيم الحكيم من أهل مكة. الأستاذ إبراهيم الحكيم. نعم. وبعدها خلص هو رجع إلى مكة. تقاعد وبقى في ظفار، لأنه تزوج في ظفار واستقر في ظفار حتى وصل إلى سن يمكن 60 سنة، عاد غادر إلى مكة. نعم. بعده خلف الأستاذ محمد بيعشوت. محمد بيعشوت أستاذ برضو جابوه عن طريق الحكومة القعيطية من المكلة. وكان مدير المدرسة. الأساتذة الموجودين كلهم درسوا، يعني الأستاذ عبد القادر الغساني طبعا هو من بيت علم ومن بيت معرفة يعني. نعم. فيمكن بعد ما وصل سن 18-20 سنة أرسلوا والده إلى حضرموت مع بعض إخوانه. نعم. وأخذ دراسة في اللغة العربية وفي الدين ويعني في الفقه. نعم. كان جيد في الفقه وفي اللغة العربية أستاذ عبد القادر. وأيضا شخصين آخرين، واحد يسمى السيد محمد بن علي بن عيدروس، والأخ رحمهم الله، والآخر السيد عمر بن حسن العيدروس رحمه الله. الأستاذ عبد القادر لا زال على قيد الحياة، ربنا يعطيه الصحة والعافية. أيضا عندنا الأستاذ كاتم بن تيسير، هو أيضا مدرس قرآن. نعم. عندنا الأستاذ حسين أيضا
مدرس قرآن ومدرس يعني بتقول النشيد، يعطونا مثلا النشيد وأشياء هناك يعني رياضيات. الحقيقة أنه انتهت دراستي في المدرسة السعيدية في تقريبا عام 51. نعم. لي كثير من الزملاء يعني اعتز فيهم كثير يعني، فما بقى منهم إلا القليل، كلهم رحلوا إلى رحمة الله. الله يرحمهم ويطول في أعمار من تبقى منهم إن شاء الله، ويعطيهم الصحة والعافية يا رب العالمين. أقرأ رسالتين وأريحك يعني. طيب. الشيخ عبد الله باكثير الكندي، أنا أقدر فعلا قبول الدعوة في حديث الروح من شهر 8 وإحنا نحاول ننسق معاه، لكن لظروف وظروف أيضا مرضه، الله يعطيك الصحة والعافية. الله كتب أن نبدأ العام الجديد بك الشيخ عبد الله. شكرا جزيلا. هذا من حظنا يعني، سبحان الله كل شيء بقدره. السلام عليكم. مشكورة أخت نايلة، أرجو منك استضافة مثل هؤلاء القامات في التلفزيون لكي يراهم ويسمعهم العالم. من الشبلي. شكرا جزيلا أخوي الشبلي، والله تستحق هذه الشخصيات يعني، اللي نفتخر بها نحن كعمانيين، نفتخر بثقافتهم وبأخلاقهم وبعلمهم وبكفاحهم في الحياة، أن يظهروا في التلفزيون وأن يكون فعلا في برنامج في التلفزيون يستضيفهم، لكن مع مذيع آخر. لأن أنا ما عندي اهتمام بالعمل التلفزيوني. إن شاء الله أتمنى إن شاء الله يكون في خطة تتبنى كل هؤلاء العمانيين اللي إحنا نفتخر بهم تلفزيونيا. حصة مفيدة طبعا الأخوة في شمال إفريقيا، في الجزائر وفي المغرب وفي تونس، يعني البرامج الإذاعية يسمونها حصة. حصة مفيدة. سلامي لضيف الحلقة الشيخ عبد الله، تحيات خالصة من مقيم جزائري محمد ساكري. شكرا جزيلا لك أخ محمد، شكرا على بادرتك، وشكرا على استماعك لحديث الروح ولتجربة الشيخ عبد الله. ونرحب بكل الأخوة العرب ضيوف عمان، أحبة أعزاء في علينا وعلى قلوبنا هنا في السلطنة. إذن 90-45-6 هو رقم رسائل النصية، 90-45-6، وضيفنا هو الشيخ عبد الله بن علي باكثير الكندي. فاصل إعلاني ثم فاصل غنائي قصير نريح فيه الشيخ عبد الله، ونعود إليكم. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. في قلب الشارقة ومنذ 33 عاما سعدنا برعاية صحتكم وحزنا على ثقتكم. مستشفى الزهراء بالشارقة، لمسة شافية لكل أفراد الأسرة، وخدمات متميزة اجتمعت تحت سقف واحد. حبي غالي
ومساءكم أمل إن شاء الله، وحياتكم أمل لا يفارقكم بحول الله. اخترنا أمل حياتي بطلب من الشيخ عبد الله بكثير الكندي. أم كلثوم تذكرك بالكويت وبحفلة حضرتها في الكويت لأم كلثوم. بالنسبة للمدرسة السعيدية، أريد أن أذكر أنه صاحب الجلالة السلطان سعيد بن تيمور كان عندما يكون متواجد في ظفار يحرص على حضور الحفل السنوي اللي تقيمه المدرسة. كان عندنا الأستاذ حفيظ الغساني رحمه الله مستشار صاحب الجلالة، الله يرحمه. هو يعتبر الدينمو للمدرسة السعيدية، هو اللي دائما يعني يضع البرامج، يضع الأشياء للمدرسة. في المرة الأولى اللي حضر فيها كنت أنا في الصف الثاني الابتدائي، ألقى كلمة صاحب الجلالة وقال إننا سنعمل على فتح مدرسة لدراسة البنات. صاحب الجلالة سعيد بن تيمور. سعيد بن تيمور. نعم، وعد بأن في تفتح مدرسة لتدريس البنات. للناس. وبعدين هذا بقى حديث الناس. في من يرى إنه البنات يتعلمن في المدرسة، وفي من يرى إنه البنت إذا تعلمت في المدرسة بتبقي تكتب للرجال وتراسل الرجال، وهذا يعتبر يعني للمرأة غير مرغوب فيه، ولكن ما تم بشيء. نعم. المرة الثانية اللي حضر فيها كنت أنا في الصف الخامس. نعم. الابتدائي. كانت في مسرحية صغيرة مقدمها أثناء الحفل. أنا كان دوري أتكلم كمزارع، كان دوري. الدكتور غازي بن عمر الزبيدي اللي أصبح مدير عام سلطاني مستشفى السلطان كان دوره طبيب وصار طبيب. نعم. محمد بن أحمد الرواس رحمه الله كان دوره يتكلم إنه تاجر. عبد الله بن صالح بن حريش رحمه الله كان دوره إنه هو يعني اللي يبني المنازل ويبني البيوت، لأنه أهله هكذا. هكذا مهنتهم. وقدمنا الحقيقة تمثيلية جيدة يعني مدتها حوالي نص ساعة أو ساعة الأربع، وعقب بها كثير جلالة السلطان حتى صفح. كان يصفق يعني يصفق، ارتاح كثير لهذا الجسمه. طبعا أنا أنهيت المدرسة السعيدية كما ذكرت في عام 51. وكان أملي السفر، لأنه أخي الثاني سالم كان موجود كان في البحرين، يعني سافر قبلك قبلي بحوالي ست سنوات أو سبع سنوات، وهو يعمل في شرطة البحرين. فمنعني أخي الأكبر، يعني عمري أيامها حوالي 16 سنة. نعم. أو شيء من 17 سنة. فخاف عليك من السفر. فخاف علي. نعم. قلت له لا أنا أريد أسافر. قال لا ما تسافر، أنت صغير وما تسافر. يعني عايش في فراغ. كملت الدراسة لأن السعيدية لحد الابتدائي. طبعا احنا بعد ما نكمل مدرسة نعيش في فراغ. يعني أما الإنسان يكون أهله عنده شيء مجال يشتغل فيهم أو ما يشتغل. فلي هنا قريب وله صلة بالدكتور اللي كان في ظفار اسمه الدكتور أحمد شفيق. نتكلم أيضا عن الدكتور عبد الله شفيق ودوره أيضا في أحمد شفيق. أحمد. نعم. شفيق عفوا، ودوره في معالجة الناس في، نعم. في فترة مبكرة يعني كطبيب، طبيب عادي يعني. أحمد شفيق كما يذكرون وصل يعني جاء إلى ظفار وعمري ستة أشهر. وحتى استأجرت له الحكومة بيت قريب من بيتنا. نعم. أنا يعني مثل ما يقول الأهل إنه جاني نوع من البرد، من البرد، وصرت أسعل وأنا عمري حوالي ستة أشهر. فلسة هو ما بدأ العلاج. نعم. لكن أخذوني لعنده لأني كنت في حالة يعني صعبة. فقال لهم أنا لسة ما بديت العلاج، بس قال له أخي هذا ترى أخونا في حالة اسمه. فقال طيب ترجع علي اليوم الثاني لأخي. في اليوم الثاني أعطاه ستة أكياس صغيرة من البوذر، قال هذا يعني يخلط في الحليب اللي يشربه، يسخن الحليب وبعد ما يصير دافي تحطون كيس من هذا البوذر فيه، وهذا دائما يشرب منه. شربت مثل ما يقولوا خمسة أكياس. في اليوم السادس طلع مني
أشياء كثيرة يعني أشياء كثيرة داخل، وبقيت الحمد لله وارتحت الحمد لله، وكان هذا فيه الشفاء. نعم. فاشتغلت حوالي سنة ونص في عيادة الدكتور أحمد شفيع. أحمد شفيع مراسل. نعم. أدخل المرضى على الدكتور وإذا في رسائل أنا أوديها، لأنه كان الرجل مهتم بالمراسلات إلى بريطانيا. دائما الرسائل باللغة الإنجليزية. كان يراسل كثير من المعاهد الطبية أو يعني الكليات أساس أنه يطور من نفسه. وفي الحقيقة يعني عاش فترة جيدة يعني خدم لحد أي سنة استمر نشاط الدكتور حتى أحمد شفيق؟ حكم جلالة السلطان قابوس. يعني عندما تولى جلالة السلطان قابوس الحكم طبعا جاءوا أطباء وفي مستشفى هناك بدأ السلطان سعيد بنا شوية لكن لسه ما في شيء. نعم. وهذا خلص قاعدوه يعني. فهو فتح عيادة لنفسه، هو بعد ما قاعدته الحكومة. نعم. فتح عيادة لنفسه. وبعد هذا عاش حوالي 10 سنوات حتى توفى. توفى الله يرحمه ويغفر له. المهم بعد سنة ونص أنا كتبت له رسالة إنه أنا ما أريد الشغل. يقول لي ليش؟ قلت له بس أنا ما أريد السفر. فأصريت في هذه الأيام على أخي إني أسافر. إذا ما سمح لي أسافر أنا بهرب. نعم. كيف طريقة الهروب؟ إنه أولاد كانوا يتجمعوا من 3-4 ويروحوا مثلا إلى طاقة. نعم. فهم كيف؟ أو إلى مرباط وهناك السكن تشيل الناس ويسافروا فيها. قال لي لا، إحنا إن شاء الله بنشوف حد من الجماعة اللي هم أقرب لنا ويشيلوك يوصلوك إلى أخوك في البحرين. في البحرين. رح نتكلم عن تفاصيل الرحلة الأولى وربما الرحلة الأولى البحرية من صلالة إلى مسقط، لكن بعد ما أقرأ الرسائل وأذكر أيضا برقم الرسائل النصية 90-45-6 90-45-6 90-4-5-6. وضيفنا اليوم هو الشيخ عبد الله بن علي بكثير الكندي، وتجربة ثرية بالأحداث وبالأخبار وبالأماكن وبالتواريخ اللي إن شاء الله راح تستمتعوا فيها وتستفيدوا طوال الحلقة. إذن 90-45-6 هو رقم رسائلنا النصية. نرحب بالشيخ عبد الله بكثير ونثني عليه ونشكر إسهاماته، وربنا يعطيه الصحة، من عبد القادر باعمر. يعقوب السالمي من ولاية الرستاق. أخو يعقوب رسالتك خالية إلا من اسمك فقط. بأمانة دمعت عيني من كلام الشيخ وذكرياته الحلوة. الشيخ عبد الله بكثير الله يحفظه ويطول بعمره. تحية تقدير واعتزاز. طبعا هذه الرسالة اللي قرأتها بدون اسم منتهية بالرقم 65. تحية تقدير واعتزاز باستضافة هامة من هامات العلم بالسلطنة الشيخ عبد الله بكثير، مثال يحتذي به طلاب العلم الآن. أطال الله في عمره حياة كفاح في زمن قلت فيه الإمكانيات والوسائل. أيوة، هذا أخو يعقوب، الرسالة من يعقوب السالمي من ولاية الرستاق. طبعا أخو يعقوب هذا الكلام، وبعدين في رسالتين لشخصين آخرين، وبعدين اسمك يعقوب السالمي من ولاية الرستاق. لذلك يعني ما عرفت، يعني قلت لك رسالتك خالية، يعني متقطعة الرسالة، فشكرا جزيلا لك. الرقم منتهي بخمسة. أيوة، وهذا بعد اللي بأمانة دمعت عيني من كلام الشيخ وذكرياته الحلوة. الشيخ عبد الله بكثير الله يحفظه ويطول بعمره. مالك اليافعي أيضا. مالك اليافعي رسالته على جزئين وفي النص رسالة شخص آخر، فاعذروني. يعني مساء الخير على البرنامج المفيد، وشكرا للشيخ بكثير. إخوانك آل عبد الودود عنهم السعيد بن عبد الودود الكثيري. يا شيخ عبد الله، كم وددت أن أكون أنا في موضعك أثناء مشاهدتك للقائد في ذلك العمر. حقيقة سبق تاريخي يحسب لك يا شيخ، أطال الله في عمرك، فمثلك مرجع لتاريخ أو مرجع لتاريخ هذا الوطن من ابنك أبو اليازية العلوي. شكرا جزيلا يا أبو اليازية. تحية للشيخ عبد الله من أحد أحفاده الفخورين بمسيرته الحياتية والعملية، نسير على خطاكم نحو الأفضل دائما حفظك الله. رقم منتهي ب721، رقم بدون اسم. تحية للشيخ عبد الله. أيوة، حفيدك المعتصم. أيوة، رسلها مرة ثانية، حفيدك المعتصم.
شكرا يا المعتصم. يستحق الشيخ عبد الله هذا أيضا أو هذه البادرة من أحفاده. الشيخ عبد الله بكثير قيمة، وقام نعتز بهذه الشخصية الوطنية الفذة طلته من خلال حديث الروح فيها ثراء معرفي لجيل الشباب لأحداث تقادم عليها الزمن، ليس فقط عن ظفار بل عن عمان والإقليم ككل، إلى جانب خبرة الرجل وتجربته الثرية في العمل الوطني والتنموي. الشيخ عبد الله له إسهامات مشهودة، كل التحية والتقدير لهذا الرجل النبيل من علي بن سعيد اليافعي. شكرا جزيلا لك أخوي علي، فعلا رسائلكم يعني تعطي حديث الروح يعني ألق، وتعطي أيضا الضيوف يتفاعلون مع هذا الانطباع الذي يتشكل لديكم من خلال حديثهم، بأن ما يقولونه أمر مهم وأحداث مهمة استرعت انتباهكم، فكل التحية لكم. 90-45-6 هو رقم رسائلنا النصية، 90-45-6. ربي يسعد مساءكم بكل خير، ما أروع عمان بكم أيها المخضرمون، فنحن نلتمسكم من خلال هذا البرنامج. دمتم بود، علي بن جمعة العريمي أبو مريم. شكرا لك يا أبو مريم، تعلمت الكثير من الوالد الشيخ عبد الله با كثير، لكن ما كان يميزه ولا يزال وحرصت على اتباع هذا النهج هو الحرص على التنظيم في العمل والتوثيق. من عبد العزيز بن عبد الله باكثير، يمكن المهندس عبد العزيز، الدكتور عبد العزيز. كل التحية لك دكتور عبد العزيز، وإن شاء الله في حلقة اليوم وفي الحلقات القادمة راح نجيب أيضا سيرتك وسيرة إخوانك وتربية الشيخ عبد الله لأولاده، هذه التربية المشرفة اللي أيضا ركز فيها على علمهم وعلى تعليمهم بشكل جيد. إذن 90-45-6 هو رقم رسائلنا النصية، 90-45-6. ونذهب إلى أول رحلة بحرية للشيخ عبد الله باكثير من صلالة إلى مسقط. من حسن الحظ أنه كان مرافقيني السيد عوض بن علوي بن إبراهيم آل إبراهيم، هو من نسائبنا. نعم. من أهل عقد. والأخ جامع بن يوسف الصومالي أيضا. نعم. يعني أحد أصدقاء أهلنا. هذا الأشخاص قد سافروا قوالي قبل 4-5 سنوات ثم عادوا إلى صلالة، وكانوا هذيك الأيام عازمين على السفر، فأخي طلب منهم أن أكون أنا أرافقهم، وطلبهم أن يوصلوني إلى أخي في البحرين. نعم. فما قصروا، أنا أقدم لهم جزيل الشكر. الأخ جامع متوفي رحمه الله، والسيد عوض أنا أقدم له جزيل الشكر والامتنان، ويعني أشكره على ما قدموا لي خلال هذه السفرة التي كانت من حسن حظي أن يكون معنا فيها. بس بقطع حديثك الشيخ عبد الله، في أحد الأخوة المستمعين طلب ممكن تعرفونا بضيفكم. ضيفنا هو الشيخ عبد الله بن علي باكثير الكندي، صاحب تجربة في السفر وفي الاغتراب، وعنده ذاكرة أحداث مختلفة، وأيضا إن شاء الله راح نتناول مسيرته في العمل من سنة 73 أو 72 هنا في السلطنة، وهو من مواليد 1937 في صلالة. إن شاء الله يكون عطيتك تعريف وافي أخي السائل. أذكر مسافرنا من صلالة في إبريل في سفينة لصاحبها من البحرين، بوم يسموه بوم من البحرين، وكان مجموع المسافرين فيها حوالي إحنا 121 شخص، يعني بيننا حوالي 6 و7 نساء. طبعا عندما السفينة يعني كان اتجاهها بين مدركة ومصيرة، واجهتنا عاصفة، يعني أمطار وهواء، يعني تحول هذاك البحر إلى جبال. يعني نحن حوالي 7-8 أشخاص في سني، نعم، في 18 سنة عمرهم، نزلونا إلى الخن. نعم. إلى داخل السفينة، قاع السفينة، أساس أنه ما نواجه هذه الفاجعة. وفعلا يعني كانوا يتوقعون غرق السفينة. ظلينا يومين ونصف والسفينة تنزل في جبل من الـ من الـ من الـ من, الـ من, الـ من الـ الأمواج، وتطلع في جبل من الأمواج. نعم. يعني من حسن الحظ أنه عندنا
أشخاص من ولاية مرباط، لأنه السفينة بعد ما طلعت من صلالة بحوالي 5 ساعات وصلت إلى مرباط، وطلعوا فيها ركاب من مرباط، والأشخاص اللي طلعوا من ولاية مرباط عندهم خبرة في البحر، أصحاب سفن وعندهم خبرة. نعم. فأشاروا على صاحب السفينة أنه يدخل مصيرة خورية من الخور. نعم. ما يدخلها من الغبة من البحر. نعم. أساس أنه إنقاذ الأرواح، لو السفينة يعني لا سمح الله حصل فيها أي عيب أو نعم. شيء ودخل المياه فيها، يعني دخولهم إلى إلى سفينة من الخور قد ينقذ بعض الأرواح. نعم. فالحمد لله دخلت السفينة يعني حتى وصلنا إلى مصيرة، ومن هناك عاد نزلونا بالقارب مال السفينة، حد بعد حد يمكن يوم كامل، وما ينزلوا على 5 أو 6 أشخاص. هذا الكلام سنة كم؟ هذا الكلام في 53، سنة 53. نعم. في إبريل 53. يعني بين إبريل ومايو. لأنه هذه الفترة دائما تكون تمر فيها العواصف من المحيط الهندي. نعم. كما جانا قول رياح يعني رياح موسمية يعني. عندنا شخص من أهالي مرباط اسمه أحمد بن معروف، وهذا الرجل قد اشتغل في ولاية مصيرة، وهو يفهم اللغة الصومالية، يفهم اللغة الهندية، ويفهم حتى بعض اللغة الإنجليزية. فلما نزلنا في مصيرة راح إلى الوالي الشيخ عبد الرحمن البلوشي، فقال له يا شيخ عبد الرحمن، نحن الآن نزلنا مجموعة من هذه السفينة اللي كان أشرفت على الغرق، والآن نحن يعني بتعرف رجال ونساء في العراء، فنريد أي شيء تساعدنا. فما قصر، هب علينا الوالي هناك في مساكن يسكنونها العمال هناك القاعدة البريطانية اللي في مصيرة، وعمال بانين لهم هناك خارج القاعدة غرف يسكنون فيها، عمال جايبينهم من مسقط حوالي 120 عامل. فما قصر الوالي، راح وطلب منهم إخلاء حوالي 8 غرف. قالوا يعني عندنا ناس جايين في ظروف صعبة، ف8 غرف اخلوها. غرفة اعطوها للنساء. نعم. و7 غرف. احنا حوالي 110 اشخاص في 7 غرف، من 15 في غرفة او اكثر. نعم. ننام على الـ على الـ على الاسمنت، ما فيها حتى الا الحصر هذيك، ولا عندنا حتى غطاء نتغطي فيه، لانه كل احنا بس نزلنا. نعم. يلا ننقذ ارواحنا. نعم. اما شنطنا وملابسنا كلها هي في السفينة. نعم. وطبعا راح للقاعدة وطلب منهم أنهم يساعدونا، يعطونا رز ويعطونا عيش ويعطونا سكر، وهذولاك الجماعة اللي هناك، الجماعة في حوالي 10 أشخاص يطبخون للعمال، يطبخون لهم أكل جماعي، فطلب منهم أنه هذا يطبخوه ويعطونا. فظلينا حوالي 6 أيام ناكل، المهم انه بس ناكل يعني في اليوم وجبة واحدة. الحمد لله، على اساس انه يعني بعد 7 أيام فدأت الاحوال والسفينة رجعت، وركبنا في سفينتنا الى مسقط. نعم. وصلنا مسقط الحمد لله، ونزلنا في مطرح، طبعا ما في مساكن ايامها، انت تعرفين الوضع يعني في سلطنة عمان وفي كل مكان، يعني ما في مساكن، يعني عادة أنه أهلنا أخواننا السابقين إذا وصلوا إلى مسقط يسكنون في منطقة مطيرح في مسقط. هذا فيها بيتين من السعف النخيل عشيش، وفي داخلها غرف، واحدة ملك الشيخ محمد بن سالم الحسني رحمه الله، الله يرحمه، والثانية ملك سعيد قميص، الشيخ خميس، علي بن خميس. نعم. حسني. هذا أي إنسان يجي يسكن، تسكن يوم أو شهر، في اليوم اللي تروح تعطيهم ربية. نعم. مقابل السكن. نعم. المهم نزلنا وكل شيء، ثاني يوم رحنا إلى مسقط أساس أنه نطلب جوازات، فقابلنا السيد سلطان بن حمد رحمه الله بن فيصل. نعم. آل سعيد، قلنا له والله إحنا منا حوالي 30 شخص، إحنا حوالي 60 في السفينة، لكن بعضهم قد سبق لهم السفر وعندهم جوازات. نحن الأشخاص اللي ما عندنا جوازات حوالي 30 أو 31 شخص. قال ما في جوازات. قلنا له كيف نسافر؟ قال الجوازات انتهت، وانتظروا متى؟ قال يمكن 2 شهر، يمكن 3 أشهر. نعم. حتى تجي الجوازات. احنا ما عندنا إمكانيات كيف ناكل في مسقط. نعم. كل واحد باقي عنده حوالي 100 روبية و20 روبية، يلا توصلوا إلى عند الأماكن اللي هو يريدها. ف
فالمهم اتفقنا مع كل الناس انه نسافر الى دبي بالسيارات. اي سيارات كانت هناك؟ سيارات جيبات صغيره يعني من مخلفات يشتروها من الجيش البريطاني من الشارقه ومن بعض الاماكن، وسافرنا فيها 3 ايام. يعني السفر كان تمشي على الـ على الـ على السواحل 3 ايام ونص حتى وصلنا دبي. نعم. وكل ما تغرز السيارة ننزل نحفر على تايراتها وندفها وهي تمشي. رحلة صعبة. هذا السيارة 2.5 يوم وصلتنا إلى صحار. من صحار انتهى دورها، لازم نركب سيارة ثانية وصلنا إلى دبي. ركبنا سيارة ثانية بعد 2 يوم من الانتظار في صحار حتى نحصل سيارة وصلتنا، لأنه مجموعة مننا سيارة سيارتين، وصلنا إلى دبي 1 يوم كامل من صحار حتى وصلنا دبي نصف الليل 1 يوم كامل. نعم. الطرق وعرة كلها. طبعا من دبي نبحث عن جوازات لأنه دبي ما فيها شيء. كيف حصلتوا على الجواز أيضا من دبي حتى تستطيع الذهاب إلى نستطيع الذهاب اللي يريد إلى قطر واللي يريد البحرين واللي يريد السعودية واللي يريد الكويت، لأنه إحنا مجموعة كل واحد له أقارب هناك موجودين يريد يسافر إلى عندهم. ففي بعض الإخوة راحوا أخذوهم ناس إلى رأس الخيمة هناك يقدروا يحصلوا جوازات. في بعضهم في جوازات مهرة هناك، المهرة في جوازات يطبعونها في المطابع وحط صور فيها وختم، وهذا تدخلك إلى بعض الأماكن. أنا تقريبا 4 أشخاص إحنا قلنا نريد السعودية لأنه نسمع عن السعودية فيها شغل وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها مدارس وغيره. استدلينا على شخص يدعى الشيخ سيب بن ناصر المعولي، دلنا شخص عليه فروحنا عنده. سيب بن ناصر؟ سيب بن ناصر المعولي. سيب بن ناصر المعولي. دلنا شخص عليه، هو في نايف، منطقة نايف اللي الآن هي كلها منطقة نايف كلها أبراج وكلها الآن عمارات. كانت كلها بيوت من سعف النخيل مثل بيوت الباطنة. نفس الشيء دبي ككل، دبي ككل. نعم. الشارقة، عقمار، رأس الخيمة كلها بيوت من السعف إلا اللهم بعض بيوت من الطين مثل البيوت الموجودة في ولاية نزوة وفي غيرها من الولايات. وهكذا يعني. المهم قابلنا وقلنا له إحنا نريد نروح إلى السعودية. قال طيب عندكم صور؟ قلنا له لا. قال تصوروا وكل واحد يجيب صورتين و10 روبيات. قلنا طيب. رحنا نبحث عن مصور، في مصور هناك عقمي دلونا عليه. فقلنا بغينا نتصور. قال الله 4 صور 5 روبيات. دفعنا 5 روبيات وصورنا. متى نريد الصور اليوم؟ قال لا بعد بكرة. كيف؟ قال ما في بعد بكرة. مستعجلين على السفر. إيه، لأنه حتى يحمض الفيلم إلى آخره. نحن ما عندنا يعني شيء ظروف. ساكنين هناك في عشيش. والجماعة اللي أنا يعني طبعا مرافقين إلي بقوا معاي، إنه يعني هم قادرين يسافروا في أي وقت، عندهم جوازات كل شيء. لكن من إحسانهم وحسب توصية أخي معهم إنه لازم يوصلوني إلى أخي في البحرين. أمانة، كنت بمثابة الأمانة. جبنا الصور للشيخ سيف وطرح الصور، وهذا عبارة عن اسمه فلان بن فلان فلان عمرك كذا أخذه. وفي النهاية إلى سمو الأمير، في النهاية في نهاية الرسالة إلى سمو، أول فيها بسم الله الرحمن الرحيم من الشيخ سيف بن ناصر المعولي إلى سمو الأمير سعود بن عبد الله بن قلوي أمير المنطقة الشرقية، فلان بن فلان هو من رعايانا المحسوبين علينا وكذا، ونرجو أن تسهلوا له الإقامة والعيش في بلدكم الكريم. في النهاية سيب بن ناصر المعولي والختم. نعم. أخذنا كل واحد هذا الجواز. المهم وهناك اللي إنشأت ما يسألونك وين بسافر يسيلوا، لكن أنت مسؤول عن جوازك. جوازك. نعم. تنزل في هذاك البلد أو يرفضوك يرجعك دبي في النهاية. المهم وصلنا البحرين، لأنه الاثنين اللي معي يريدوا البحرين يمروا يعني يعني هم قاصدين انهم يروحوا المملكة السعودية وقادرين يحصلوا على طول، لكن هم رافقوني للبحرين. البحرين طبعا انا ما عندي جواز اللي انزل فيها، بس هم نزلوا وخبروا صاحب السفينة انه هذا الولد يبقى بعد ساعة ساعتين بيجي اخوه ياخذه من عندك. قال ترى انا ما علي مسؤولية، يوم ما يجي اخوانا رجعوا دبي. قالوا له ترجعوا دبي. فالجماعة يعرفون مكان أخوي في الشرطة،
راحوا قابلوه قالوا له أخوك عبد الله هنا في السفينة جاء. طبعا شرطي ما حد يقدر يعترض عليه بشيء، لابس لباسه الرسمي وكل شيء، جاء ونزلني من السفينة إلى عنده للبيت. المهم أنه الجماعة بعد ما سلموني للأخير انتهت مهمتهم، ثاني يوم ودعوني وسافروا لأنه هم كلهم في إجازات يعني بيشتغلوا هناك في وظائف في المملكة السعودية. طبعا أخي قلت له أنا أريد أتعلم، قال لي كيف تتعلم حين أنا ساكن في الشرطة داخل، أنت وين تسكن؟ يوم باغي تتعلم، بالتالي هنا التعليم شوية ما من السهل أنه الواحد يعني يجي يتعلم، فأحسن لك أنت تروح السعودية تشتغل، وهناك مدارس وقد تدرس إلى آخره، وإذا كان أنتم ما لاق لك الوضع في السعودية تعال بحي. أنا قريب ترجع إلى هنا إن شاء الله. المهم بعد أسبوع يعني حصلت سفينة، ونحن برضو منا حوالي 6 أشخاص نحمل نفس الرسائل مال الشيخ سيف، سافرنا في سفينة رايحين للدمام، نزلنا فيها يأخذوا منا الرسائل هذه ويعطونا إيصالات أساسا راجع على الجوازات. ثاني يوم هناك في الدمام عندنا دليل إن ننزل عند شخص هناك هو من ظفار وموجود هناك، اسمه الشيء يعني الله يرحمه سعيد بن عبود المغربي رحمه الله، ساكن هنا في غرفة صغيرة ولكنه رجل طيب استقبل الناس وكل شيء. نزلنا عنده كضيوف حوالي أسبوع وخلصنا، أعطونا هناك دفاتر فيها نوع من الإقامة اللي تسهلنا العمل وكل شيء، وبقينا ندور نبحث عن عمل لأنه هناك ما في شيء، لا أخوك ولا أبوك ولا بيت ولا أي شيء، لازم تروح طول وتشتغل. النهار تبحث عن عمل، نعم. تروح للشركات وتروح للأماكن كلها وتطلب تسأل عن عمل. نعم، رح نتكلم أيضا عن مرحلة العمل في نعم. السعودية وكيف استفدت أيضا من إقامتك في السعودية نعم. وطورت نفسك، وهي فعلا مرحلة أثرية. بس ناخذ فاصل إعلاني ونعود إليكم، وقبل الفاصل أذكركم رقم الرسائل النصية 90 45 6. لأنها من وحي تراثنا العريق وما يدل على كرمك وحسن ضيافتك، لذا نقدم لك خيارات من الطعم الأصيل والذوق الراقي بمواصفات فريدة ومكونات منتقاة من أجود خيرات الطبيعة بالهيل الصافي وأجود أنواع المكسرات وأروع أنواع الزعفران، يضاف إليها عسل غني لتستمتع معنا بالمذاق الرائع. الديوانية للحلوى العمانية، أحلى حلوى أحلى حياة. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. تزول المخاوف إذا لف وخطف، بديع الوصايف له القلب يرجف من الشوق والبين، يا قرة العين من الشوق والبين، يا قرة العين. تزول المخاوف إذا لف وخطف، بديع الوصايف له القلب يرجف من الشوق والبين، شوق والبين، أحبة أينما كنتم ومساءكم سعيد مع بداية العام الجديد. نتواصل معكم في حديث الروح إلى 10، والشيخ عبدالله باكثير الكندي لا تكفي حلقة واحدة، هناك الكثير والكثير في تجربته الصعبة قبل عام 70
تجربة الكفاح وتجربة بناء الذات وتجربة أيضا التضحية من أجله ومن أجل عائلته ومن أجل أسرته. أيضا كل العمانيين الذين خرجوا خارج السلطنة قبل السبعين هم ذهبوا من أجل عمان ومن أجل أيضا توفير حياة كريمة لأهلهم في ظل الظروف الصعبة اللي كانت تعيشها السلطنة في الخمسينات والستينات. محمد بن سهيل أحمد من ولاية سدح، مساكم الله بالخير. سؤالي للشيخ عبد الله بكثير، هل يعرف حسن بن، أنا خايفة أنطق الاسم خطأ، حسن بن صداف أو صداف، أنا خايفة بس أنطق الاسم ما يكون نطقي صحيح، أكبر تاجر في مرباط، تعرفه الشيخ عبد الله؟ حسن بن السيدوف هذا. أسمع عنهم، حسن بن السيدوف مو صداف، مش صداف بن سيدوف. نعم، هذا شيخ في مرباط وله بيت أثري حتى الآن، ورجل في وقته من 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 شيوخ هذه المنطقة ومن كرام الناس ومضياف. نعم، حتى أن أهل مرباط تطالب أن تكون بيته هذا بيت أثري، أن الحكومة تقوم بإعادة بناءها وكل شيء، ولكن ما تم حتى انهارت البيت. تخليدا لذكر هذا الرجل، تقديرا لهذا الرجل. نعم. حسن بن سيدوف. بن سيدوف. ونعود إلى الرسائل النصية. عائلة باكثير معروفة في ظفار بالطيبة والكرم، ومستمتعين مع الشيخ عبد الله بحديثه الشيق، أطال الله في عمره ومتعه بالصحة، من باسم بن عبد الحق البلوشي. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وهذا الصوت الغالي بخير. كل عام وعمان تزهو في عهد مولانا السلطان قابوس. الشيخ عبد الله كنز ثري لتاريخ عمان المعاصر، وهبك الرحمن الصحة والعمر المديد، المرسل أم عمار. مساء الخير، نشكركم كل الشكر على هذه الشخصية الفذة التي لها باع طويل في مجال العطاء لهذا الوطن الغالي من حامد بكثير. شكرا لرجال عمان الأوائل على ما قدموه من التضحيات لهذا الوطن الغالي، فحفظكم الله شيخ عبد الله الكثيري من مش الكثيري عبد الله باكثير. الشيخ عبد الله باكثير يغلط الواحد احيانا. أخوكم حسن الزديالي. شكرا جزيلا لك أخوي حسن، الله يعطيه الصحة والعافية. الشيخ عبدالله بكثير مستمتعين كثيرا بهذا اللقاء الرائع، ولكم تحياتي معمر بن عبد الخالق بن عامر منصور الرواس. نعم، شكرا. نعم. ما تعرف شكلك. شكرا يا أخ معمر. تحياتي لجدي الشيخ عبد الله بن علي بكثير الكندي الذي نستمد منه العلم والتاريخ والخبرة في الحياة، وتحياتي لكل طاقم البرنامج والمخرج المتميز حفيدك عبد الله بن علي بكثير الكندي. تحية لا نفس الرسالة، كل التحية والتقدير تحية لي. شكرا جزيلا في هذا البرنامج، وخالص التحية والإجلال لوالدي العزيز وقدوتي ومعلمي في الحياة الشيخ عبد الله بكثير، أطال الله في عمره، ولدكم المهندس طارق بن عبد الله بكثير الكندي. شكرا جزيلا لك مهندس طارق على هذا التفاعل معنا، ويستاهل الوالد هذه الشهادة منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالفعل أسعدتم المستمعين مع ضيفكم الكريم الرائع، نتمنى له دوام الصحة والعافية. هل الشيخ وثق قصة حياته في كتاب من أم بسام البسامية من الرستاق؟ أنا طلبت منك أيضا هذا الطلب، أن توثق هذه الحياة الغنية بالأحداث وبالأشخاص وبالذكريات في كتاب. إن شاء الله. إن شاء الله تضعها في الخطة. إن شاء الله. إن شاء الله. مساء الخير الأخت نايلة، مسي على الشيخ عبد الله الكندي، صراحة حديث شيق شجي، والله يعطيه الصحة والعافية. حبيت أسلم عليكم المرسل محمد بن زايد البرطماني من نيابة سناو، وشكرا. شكرا لك أخوي محمد، شكرا جزيلا. الشيخ عبد الله إذا أمكن أن تحدثنا عن رحلتك الأولى إلى الكويت والتحاقك بالعمل بإحدى الشركات هنا. هذا رسالة من الأستاذ عامر الطوقي. إن شاء الله راح نتكلم عن الأستاذ عامر، راح نتكلم عن الكويت كمحطة من محطات حياة الشيخ عبد الله. الله يحفظك الشيخ عبد الله، أحلى شيء سوالف زمان من محمد البادي. وفي رقم منتهي ب11
الرسالة استفهامات يعني ما واضحة. الرسالة استفهامات، فتعذرني أخي الكريم. إذا 90-45-6 هو رقم رسائلنا النصية، 90-45-6. وفي رسائل كثيرة أيضا وردت، ولكن إن شاء الله سأعود إليها في ثنايا الحلقة إن شاء الله على 90-45-6. وضيفنا هو الشيخ عبد الله بن علي بكثير الكندي. نسمع منك الشيخ تجربتك في السعودية، ماذا استفدت من هذه التجربة، كيف أيضا استثمرت كل المعطيات المحيطة فيك في السعودية. طبعا بعد حوالي 5 أيام جاني شخص، هو طبعا من صلالة بالذات، ورجل يشتغل مندوب لشركة اسمها شركة خليل الأرناؤوط، هذا لبناني ولكنه يحمل الجنسية السعودية. وهذا كان يعني عنده مثلا مسؤول عن توفير كل الأغذية للقطارات اللي تسافر، القطارات اللي تسافر بين الرياض والدمام، وأيضا مطاعم هناك في السكك الحديدية هو يقدم لها الموظفين والطعام وكل شيء للموظفين اللي يعملون هناك. وأيضا عنده مطبخ في مطار الظهران. نعم. هذا مطبخ دائما الحكومة، الأمير سعود بن قلوي عندما تكون عنده ضيافات أو ضيوف وكل شيء، يعني هذا المقاول هو يقدم لهم أي نوع من الطعام، الذبائح، الأشياء اللي يحتاجونها حسب أنظمة الضيافة السعودية. فقال لي وهي يستاجرون بيوت في الدمام، الموظفين اللي يجون إلى هذا المطاعم ويشتغلون في القطارات وكل شيء يسكنهم في هذا البيوت، وهو والبيوت مفروشة. نعم. كالبيوت اللي تؤجر حاليا. قال لي والله في وظيفة أنه أنت تشتغل في بيت فيها حوالي 8 موظفين، يعني بيت أنت تفرش لهم غرفهم، فهم كيف، وتكون موجود في البيت، وكل أسبوع تشيل الشراشف مال الغرف هذه إلى المكان اللي يغيرون فيه الشراشف وتجيبها وتفرشها. فالواقع أنه أنا ما ارتحت لهذا العمل. لكن أمامي خيارين، يعني في جيبي باقي 10 روبيات، ورجل استضافنا صار له 5 أيام. يعني المرحوم شيخ سعيد بن عبود المغربي. يعني كفاية أنه يعني نثقل بأنفسنا عليه. ففكرت في هذه الليلة وأنا أفكر أنه أقبل أو لا أقبل. المهم ثاني يوم قال لي تشتغل، قلت له أشتغل. اشتغلت، قبلت في هذه الوظيفة. الراتب 120 ريال سعودي، وداني إلى البيت اللي فيها الأشخاص. هذا الأشخاص الصباح تجي السيارة تشيلهم إلى السكة الحديد، هناك يشتغلوا في مطعم كبير، يأكلوا فيه الأمريكان ويأكلوا فيه الطليان وكل شيء. المساء يقول أنا مهمتي أنه أنظف هناك حوالي 5 غرف وأفرش الشراشف، وعندي غرفة كذا أسكن فيها. طبعا أنا ما ارتحت لها لأني الحمد لله أنا من أسرة ما تقبل مثل هذا العمل أو شيء، لكن قلت لا خيار لي هذا. فجاء يوم الأسبوع أنه أنا أشيل شراشف هذه الغرف إلى الإدارة مال هذا المقاول، واستبدلهم بشراشف نظيفة. هم هناك عندهم يعني مغسلة كبيرة تغسل وكل شيء. وأنا داخل إلا رأيت مكتب الإدارة، يعني علي شوية زجاج هكذا، وفي شخص يعني كأنه مثلا إنسان يمني أو شيء من هذا النوع. المهم أنا عديت عليهم الشراشف وسلمت، ومنتظر حتى ينادوني يسلموني الكمية الثانية من الشراشف. فتحت الباب دخلت، لو هذا رجل اسمه أحمد عبود العمودي، هو محاسب أو مدير الإدارة في هذه الشركة. دخلت كذا طلع فيني قال لي نعم، جيت ومديت يدي وسلمت عليه، قام وسلم عليه، قال لي تفضل اجلس. قال لي أنت من وين يا أخي، أنت من وين؟ قلت له أنا من عمان. نعم. قال لي أنت تشتغل هنا؟ قلت له نعم، أنا من أسبوع اشتغلت هنا، ولكن أنا الشغل يا عمي ما عاجبني. قال لي ليش ما عاجبك؟
قلت له أنا ما يعني هذا العمل، أنا ما يعني أشتغل مثلا بوي يعني وكذا في بيوت أنا ما عاجبني. قال لي أنت تقرأ وتكتب؟ نعم. قلت له نعم أنا أقرأ وأكتب. قال لي طيب اكتب لي ورقة، اكتب لي رسالة. أعطاني نعم. ورقة وقلم، اكتب لي رسالة يعني في أي شيء. كتبت له رسالة، طبعا خريج المدرسة السعيدية. أيوة كتبت له، أنا طيب جيد يعني نعم. في اللغة العربية وكذا. نعم. كتبت له رسالة تحية وكذا، يعني أرجو مساعدتك في تغيير عملي إلى عمل كتابي وعمل أي شيء. قال لي تفهم في الحساب شيء؟ قلت له أفهم. قال لي طيب تفهم في الجمع؟ قلت له أفهم. أعطاني ثلاث مسائل على طول، حليت دقيقتين حليتهم. قال تعرف في الضرب؟ تعرف في الضرب؟ قلت له أعرف. أعطاني مسألتين على طول حليتهم. يعني انبهر فيك. قال تعرف القسمة؟ قلت له أعرف القسمة. أعطاني مسألتين في القسمة حليتهم. قال لي زين زين، نحن محتاجين إلى واحد يكون يعني هنا عندنا في ال... في, ال... في الشركة في العمل هنا في العمل. عندنا. قلت له طيب تساعدني؟ قال لي زين إن شاء الله أساعدك. اسمك؟ قلت له اسمي فلان، بس عرف هذا الاسم لأنه هذا أسرة باكثير، أسرة معروفة في كل الجزيرة العربية. نعم بالفعل. يعني 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 أصل إحنا عائلتنا كما يذكرون يعني من من القرن السابع أو الثامن، من الثامن أو السابع، إنه أصلهم من شبوة في اليمن. ولكن كثير من أبنائها هاجروا في الجزيرة كان العربية. كان في هناك داعية كما يقال، كما قرينا عنهم، في داعية اسمه سعيد العمودي. هذا داعية إسلامية. نعم. وكان يروح إلى هذه المناطق ويدعي الناس أنه يجيبوا أبنائهم، عنده مدرسة يسموها رباط، أنه يجيبوا أبنائهم يعلمهم علوم الدين. فكثير من جماعتنا أقبلوا على هذا علوم الدين أو غيره. فقال لي طيب باختصار، قال لي زين بس ثلاث أيام تروح الآن تشيل الغيارات ثلاث أيام، وبعد ثلاث أيام أنا برسل لك السيارة تجي إلى هنا بس تبدل واحد غيرك. قلت له زين جزاك الله خير. بعد ثلاث أيام جاء شخص ما أعرف من وين، بس قال لي أنا أجلس هنا محلك، وأنت يقول يريدوك في المكتب. طلعت السيارة، إيش السيارات أيامها كانت وانيت سيارات، ما في سوالين ما في أي شيء يعني. جيت المكتب وكل شيء. قال لي في شخص لبناني هو يروح للسوق يجيب كل الحاجات، من عصاير بصل أشياء، كل الحاجات اللي تحتاجها المطاعم. نعم. من سوق الدمام. قال انت تروح ترافقه، هذا تروح ترافقه انه وتسجل معه هذا الاشياء اللي ناخذها. يعني هناك عندهم تجار يتعاملون معهم، كل تاجر ياخذ منه شيء معين، هذا ياخذ منه عصاير، هذا ياخذ منه كذا، وهذا بصل، هذا البطاط، هذا ياخذ منه اللحوم والاشياء. يعني انه مشتغل من الصباح كلها نورد اشياء لهم هناك حتى تقريبا الى العصر. نعم. طبعا راتبي تغير من 120 ريال ل 150 ريال. ظليت في هذا العمل حوالي سنه تقريبا او سنه ونص. بعدها تعرفت الى رجل فلسطيني لانه هناك يقول عندهم، وهذا الرجل يشتغل في شركه اسمها شركه العزوني والباخورجي، شركه حجازيه فلسطينيه. نعم. هذه الشركه يفتحوا اعتمادات يجيبوا الملابس من الولايات المتحدة، البنطلونات، القمصان، الآرو، الأشياء كلها الجيدة يجيبوها، وبالتالي أيضا يستوردون سيارات كبيرة تجي من لبنان والشام محملة بالفواكه، فواكه طبعا البرتقال، التفاح، الكمثرى، الأشياء هذه كلها، وهذا كلها في منها يبيعوها للشركة هذا اللي أنا اشتغلت فيها، وفي بيها محلات هنا تجي تشتري بالكميات. قال لي طيب تعال عندنا المكتب نشوفك. جيت عند المكتب قالوا لي تقرأ وتكتب وكذا. قلت لهم عملوني اختبار شوية وهكذا ونجح كل شيء. قالوا زين احنا الآن بنوظفك عندنا براتب 250 ريال. فرق كبير بين 150 200. نعم. طبعا متى؟ قالوا خلص بعد أسبوع تجي تستلم العمل. جيت قدمت رسالة قال لي كيف هذا العمودي؟ نعم. كيف يا عبد الله انت الآن عندنا صار لك حوالي سنة وأكثر
نحن كويس عملك وعندك عندنا. قلت له بس عمي والله أنا بس أنا أريد أترك يعني. قال لي وين بتروح؟ قلت له بس أنا أريد أترك يعني. استحيت تخبر أنك استحيت أني أخبر أنك يعني وجدت عمل آخر. عمل طيب معي. أي بالضبط. زين مهم بعد أسبوع أنا تخلصت ورحت للشركة هذه واشتغلت فيها حتى طلعت إلى ظفار في 58. اشتغلت فيها تقريبا من 55 حتى إلى 58. ثلاث سنين تقريبا. ثلاث سنوات. يعني وصل راتبي خلال الفترة اللي أنا رجعت فيها إلى ظفار وصل راتبي حوالي 500 ريال سعودي. لأنه صرت أروح للجمارك أخلص لهم يعني بضائع تجي مثلا في البواخر من الجمارك، جمارك الدمام إلى غيره. ويعني كنت قائم بكثير أعمال كتابية جيدة. نعم. وبتعرف نحن هناك سفرنا دائما عندما نسمع أنه من قطر، من البحرين، من الكويت، فلان بيروح ظفار، كلنا نتجمع في دبي. لأنه ما في سفينة تسافر إلى صلالة بنفرين أشخاص. نعم. السفينة إذا لم تحصل على 50-60 مسافر ما تسافر. ما تسافر. فالمهم أنه سمعت أنه فلان بيسافر، ودائما أسفارنا تكون في شهر بين شهر نوفمبر وديسمبر، ما في رياح لأنه يعني. هذا خلاص بعد الخريف. والبحر يبقى هادي. نعم. والأمور يعني جيدة. فالمهم أخي برضو يشتغل هناك في الدمام، أخي اللي هو أكبر مني سن بحوالي 7 سنوات. أما أخونا اللي أكبر منا سن بحوالي 14 سنة هو لازال في البحرين. نعم. فطلعت سافرت أنا وأخي والتقينا، مرينا البحرين عند أخونا، حاولنا أنه يترك الشرطة ويسافر معنا ورفض. رفض. سافرنا إلى دبي وهناك تجمعوا مجموعات منهم وسافرنا من دبي. أخذنا لينش الواحد من الشارقة اسمه خلف، صاحب اللينش، خلف بن أحمد. نعم. من أهل الشارقة. سفينة كبيرة. وطبعا نحن هناك من دبي نشتري كل هدايا أهلنا من ملابس ومن أشياء، حتى يعني مواد غذائية اللي نحتاجها في ظفار نشتريها من دبي. المهم أنه كلنا حوالي 60 نفر شحننا هذه السفينة وكلنا، وطبعا طلعنا فيها، جينا في رأس مسندم واجهتنا عاصفة حوالي 6 ساعات. عاصفة شديدة، ويعني حوالي 6 ساعات بالليل. يعني تعبنا فيها تعب كبير. قلنا يمكن لا سمح الله أنه تكون هنا نهايتنا هنا. حتى أصبح الصباح أنه الحمد لله الجو هادي، ومن هناك دخلنا إلى خور فكان، يعني أساس أننا نأخذ راحة شوية. خور فكان في الشارقة طبعا. تابعة. نعم. لأمارة الشارقة. قضينا يومين في خور فكان وبعدها إلى مسقط على السفينة. طبعا أنا في السعودية بعد مرور سنة علي في المملكة السعودية أرسل لي أخي رسالة أمر تفويض للحصول على جواز من مسقط. من مسقط. نعم. هذا بعد عن سنة من السعودية. جواز رسمي يعني. لأني كنت قائم أنا على إقامة مؤقتة. مؤقتة. نعم. اللي من رسالة الشيخ سيب بن ناصر المعولي. فسافرت إلى البحرين، ومن هناك أنا طبعا هذا ما ينزلني في البحرين، لكن أنا اتصلت بأخي هناك وشخص ساعد إني أطلع من الحمام، وأخوي على هناك إنه أنا باجي في اليوم الفلاني تستقبلني فيه في البحرين. ففعلا وصلت اللينش إلا وأخوي موجود، نزلني، ما عندي جواز في البحرين. نزلت في البحرين وهناك مع حسن الحظ شخص اسمه أحسن بن عوض الشنفري. شنفري هذا الرجل يجي إلى الكويت ويجي إلى السعودية ويجي للبحرين قطر، لأنه كان الجواز العماني كل سنة يجدد، ما في 5 سنوات، فهو سنويا يدور على الناس اللي عندهم جوازات يشيلها، كل جواز 15 روبية ويجددها في مسقط. يجددها في مسقط. yeah. هو أجرته 15 روبية عن كل جواز، وعشر روبيات هو رسوم الجواز. yeah. رسوم التجديد. يجمع له مثلا 200-300 جواز من الناس. ففي الصدفة أنه كان موجود في البحرين، كان موجود في البحرين وعلى وشك انه بيطلع في الباخره. نعم. الى مسقط، طبعا عنده جواز. نعم. فاخوي عرف عنه، قال له يا شيخ حسن هذا عبد الله عنده الان رخصه جواز. نعم. بيروح لمسقط. نعم. يخص جواز، بغينا يسافر معك، وهذا الان ما عنده جواز يطلعه في الباخره. الباخره. في الباخره. هذا الباخره اسمها السنان والمعلة، بواخر هنديه. السنان تجي. والمعلة. نعم. هذا البواخر تجي من الهند، تمر
ميناء مسقط، وبعدين دبي، وبعد دبي قطر، وبعد قطر البحرين، وبعد البحرين الكويت، وبعد الكويت البصرة. نعم. وتنزل من هناك من البصرة إلى الكويت إلى البحرين إلى قطر إلى دبي إلى السعودية وبعدها إلى الهند. قال له بس أنت مهمتك يا سالم أنه أنت تطلعه في الباخرة، بس إذا قلوا في الباخرة بس خلاص أنا نزوله في مسقط علي مسؤوليتي. نعم. قال له بس لا يهمك، المهم هذا قد عنده ذكرى في الباخرة. حسن وصلت الباخرة ثاني يوم، أخي طلعني، طبعا الشرطة هناك يطلعون ما حد يعني أنه يسألهم عن شيء. نعم. طلعني للباخرة، وهناك أنا وحسن يومين ثالث يوم وصلنا مسقط. نعم. جينا من مسقط الصباح الفجر، رست الباخرة في ميناء مسقط. طبعا من اللي يطلع؟ يطلع السيد تركي بن محمود، أيامها هو أمير بحر يسموه، يعني أي باخرة تجي فيها ركاب ينزلون، السيد تركي يطلع ومعه شرطة، وطبعا يختم في جوازات الناس وهم نازلين. طبعا كلهم عمانيين اللي هم نازلين. حسن هو عارف الطرق هذه، يطلعون من مطرح أصحاب قوارب يبيعوا دقاق يبيعوا بيض يبيعوا أشياء. المهم أصحاب القوارب طلع واحد منهم أو منهم قال له خذ الولد هذا نزله هناك في مطيرة وخذ هذا. قال لي أعطي 10 روبيات. قلت له هذا 10 روبيات. نزلنا من باب خلفي، ما يمر على السيد تركي هنا من باب خلفي في القارب نزلني حتى إلى مطيرة. فابني عارف الأماكن هذه. قال وأنا إن شاء الله بعد ساعتين إذا نزلت بتكون عندي هناك. جلس لي في هذاك المكان، انتظرني لحد ما أنزل من الباخرة يعني. انتظرته في هذاك المكان حتى هو نزل، وبعدين رحنا إلى مطرح، ما عاد بقينا في العشة هذه اللي في مطيرة. رحنا إلى مطرح عند شخص هناك هو محلوي، دائما إذا جاء نزل عنده، يعطي غرفة هناك ينزل عنده وكل شيء. يعني فعلا رحلة فيها تعب وفيها يعني حياة كلها قاسية وكلها تضحية، لكن ما أمامنا خيارين. نعم. مثل ما قال يعني الصحابي طارق بن زياد، البحر أمامكم والعدو من وراءكم، ما في خيار، أما أن تجاهد وأما أن تتحمل هذه المصاعب، وإلا تنتهي حياتك بالفعل، تموت وتنتهي. نعم. راح نكمل. هذا هي كانت رحلتنا إلى مصر قبل 70. نعم. نعم. راح نكمل. ولا زال رحلاتنا بياتي ذكرها بعد شوي. وهناك ما هو أصعب أيضا. ما هو أصعب في هذه الرحلة. بس نقرأ مجموعة كبيرة من الرسائل النصية وصلتنا على 90 45 6. بس تستعجلي شوي لأنه كثير باقي. إحنا معنا حلقتين إن شاء الله. 90 45 6. تحية مسائية للشيخ عبد الله، حديث شيق وحياة مليئة بالصبر والكفاح والاجتهاد، حفظكم الله ومتعكم بالصحة والعافية والعمر المديد الشيخ أبو خالد، وسدد للخير خطاكم بن عبدان أو بن عبدات، يعني ما أعرف هذه التاء. نعم نعم بن عبدات. أيوة أيوة تاء، هذا حفيدي. تحية هذه الرسالة أيضا منقطعة وتحتاجني أني أعيد ترتيبها. أيضا الشيخ عبد الله من أوائل من مثل الشخصية العمانية خارج الوطن ومثلها خير، تمثيل بشهادة الجميع، وهو خزينة تاريخية لها باع طويل من العلم والمعرفة، رجل كريم ومضياف يشهد له الجميع بذلك، وهنيئا لكم تواجد ضيفا معكم. كل التحية لبرنامجكم الشيق من طلال بن خالد بن عمر المرهون. شكرا جزيلا لك أخوي طلال على هذه الشهادة الجميلة في حق الشيخ عبد الله. أيضا رسالة على 3 أجزاء تكملة لرسالته. الشيخ عبد الله بكثير رمز من رموز محافظة ظفار، شخصية فذة ومحترمة فرضت احترامها على الجميع وفريدة من نوعها ويقصدها الجميع، وهو رجل من رجالات عمان الأوفياء الذين خاضوا وخدموا من أجل هذا الوطن الغالي. من طلال بن خالد بن عمر المرهون. ما شاء الله عليه الشيخ عبد الله، كنز بشري ثري الله يديم عليه الصحة. عبد الحميد العلوي ولاية ينقل. شكرا لك يا عبد الحميد. مساء الخير الأخت نايلة، تشكري على استضافة الشيخ الفذ الحكيم عبد الله بن علي بكثير الكندي، هذا الإنسان التاريخ والحضارة حلقة لا تكفي، نتمنى له طول العمر والصحة والعافية. أم سعود سالم بكثير الكندي، إن شاء الله راح يكون معنا الشيخ عبد الله على
حلقتين، لأن فعلا حلقة واحدة لا تكفي. تحياتنا لوالدنا الشيخ عبد الله بكثير أبو خالد من شافي سالم فنخور مسن. شكرا جزيلا أخوي شافي. في أيضا عدد من الرسائل اللي أنا أجلت قراءتها. دمت فخرا لنا يا شيخ أبو خالد، والله يعطيك الصحة والعافية. السفير عوض بن محفوظ بكثير الكندي. شكرا جزيلا. مساء الخير، برنامج جميل والله يحفظ ويطول بعمر الشيخ عبد الله من بشار لهنائي. شكرا جزيلا لك أخوي بشار. مساء الخير، نتعلم الكثير من قصة كفاحكم الشيخ عبد الله، أتمنى أن توثق مثل هذه القصص كتابيا للأجيال القادمة من صالح بيت علي سليمان. تحية مسائية شتوية تحية مسائية شتوية، برنامج أكثر من رائع، تجربة حياة مع ضيوف الأكارم. نرجو منكم تدوين المعلومات المهمة في حسابكم في تويتر حتى يسهل الرجوع إليها، لأنها تحكي تاريخ وطن وأشخاص. أخوكم محمود المحروقي. أخوي محمود، فعلا هي مسألة التدوين مهمة ولو بتغريدات، لكني أنا فعلا شخصيا ما عندي أبدا وقت أني أدون المعلومات في تويتر، هي تحتاج إلى تفرغ، وأنا يوم الخميس عندي عمل من الصبح إلى أن ينتهي، إلى ينتهي حديث الروح في العاشرة. هذا يسمعوه هم؟ نعم يسمعوا. لكن إن شاء الله حديث الروح كل حلقة من حلقات حديث الروح تنزل في اليوتيوب. يوم الأحد إن شاء الله هذه الحلقة على يوم الأحد إجازة، يمكن يوم الاثنين إن شاء الله هذه الحلقة تنزل في اليوتيوب، بإمكانكم متابعتها من خلال حساب إذاعة الشباب في اليوتيوب، وأيضا أنا أقوم من خلال حسابي الشخصي أقوم بإعادة التغريد لحلقات حديث الروح، فإمكانكم متابعة حديث الروح أيضا من خلال اليوتيوب. ما شاء الله الشيخ عبد الله تاريخ يشرف أو يشرف الفكر. مع تحيات السعيد الهاشمي أبو رحيل. شكرا جزيلا لك أخوي سعيد. 90-45-6 هو رقم رسائلنا النصية. أتمنى أني قرأت أغلب الشخصيات اللي قرأت أغلب الرسائل الواردة، وهناك رسائل كثيرة أيضا وردت سأعود إلى قراءتها تباعا في الحلقة. إذن نعود إليك الشيخ عبد الله، وأذكر المستمعين بأن ضيفنا هو الشيخ عبد الله بن علي بكثير الكندي. تجربة حياة ثرية في الغربة والاغتراب وفي العمل، واليوم بحورنا في حلقة اليوم هو غربة الشيخ عبد الله بين دول الخليج المختلفة إلى أن عاد إلى السلطنة مطلع السبعينات. إذن عدت في نهاية الخمسينات، عدت إلى مسقط من أجل استخراج جواز ومن أجل أيضا الذهاب إلى ورجعت إلى السعودية. فالآن أنا ذكرت أيضا عن خروجنا في 58. فتجمعنا هناك مجموعة في دبي حوالي 60 شخص، واشترينا كل أغراضنا وحاجاتنا، واتفقنا مع صاحب بوم اسمه خلف بن سلطان من أهل الشارقة على أساس أنه يوصلنا إلى ظفار، والشرط بيننا وبينه أنه نبقى في مسقط 3 أيام، لأنه بعض الإخوة رفضوا أنهم يسافروا في البحر إلى مسقط، يريدوا يسافروا بالسيارات ونلتقي هناك في مسقط. وفعلا على بركة الله سافرنا يعني من دبي إلى مسقط، طبعا في مسندم، واجهت هناك في غبة يسمونها غبة سلامة، واجهتنا عاصفة لمدة 6 ساعات تقريبا بالليل، يعني فيها تعبنا كثير. في النهاية الصباح الحمد لله كان البحر هادي، دخلنا خور فكان قضينا فيها ذلك النهار واليوم، والمساء سافرنا، الصباح نحن في مسقط. نعم. الحمد لله، يعني تقريبا الساعة 9 صباحا أو شيء نحن وصلنا مسقط. في مسقط طبعا 3 أيام، وصلوا الإخوة اللي جاءوا عن طريق البر، قضينا كل وزمنا اللي نحتاجها من مسقط. نعم. وسافرنا إلى صلالة، وصلنا صلالة بعد حوالي 6 أيام من مغادرتنا مسقط، لأنه طبعا البوم شاحن يعني مشحون في أغراض كثيرة وفي حوالي 60 راكب. نعم. حتى وصلنا ظفار، وهناك طبعا يعني استقبلونا أهلنا وكل شيء. في هذا الرحلة إلى ظفار
أكثر من 30 شاب كلهم جاءوا من شركات نفط في الخليج، اللي كان يشتغل منهم في قطر في شركات نفط، واللي في البحرين، واللي في أرامكو في السعودية. نعم. وناس مؤهلين تقريبا علميا، خيرة الشباب يعني. بعضهم حتى أرسلتهم شركة أرامكو إلى لبنان، يعني أخذوا بعض الدراسات، وبعضهم راحوا حتى الولايات المتحدة. نعم. فطبعا جينا إلى ظفار في شهر أقصد ديسمبر. هم كانوا بعضهم خاطبين، كلهم شباب عاد ما تزوجوا، خاطبين بعضهم. بعد شهر تقريبا تزوجوا، في يناير فبراير تم زواجهم. في شهر 5 قرروا أنهم يعودوا، لأنه كلهم جايين من شركات يعودوا. فأنا كان عندي طموح أني أعود، يعني ما أتزوج خلال هذه السفرة، إلا أنه الوالدة رحم الله أصرت أنه أتزوج. إذا تريد أرضى عليك لازم تتزوج، لازم أنا أشوف أولادك وأنت في الغربة. سبحان الله. فأمام هذا قررت أنه أنا ما أسافر مع الإخوة. الإخوة شوف كان الأجل، يعني سفرهم، سافروا في سفينة في مايو، أذكر في مايو أو في منتصف مايو، ومن سوء الحظ أنه صادفتهم عاصفة بين قريب من رأس مدركة. نعم. بين الأشخرة ورأس مدركة. نعم. يعني مثل جونو اللي صار عندنا قبل كم سنة. نعم. والسفينة غرقت، فيها 161 شخص شاب، من ضمنهم حوالي 7-8 نساء. 161 شخص، وأغلبهم كلهم زملائي، يعني درسنا سوا في المدرسة، وبعضهم عشنا سوا في الخليج. يعني تأثرت أنا تأثير بالغ بوفاة هذا الأشخاص. هذه طبعا حادثة ما طلع الغريقة. منهم أحد. هذا الكلام في مايو 59. نعم. ومن ضمنها حتى سفن، يعني من صور يقولوا 3-4 سفن كانت جاية من زنجبار. نعم. راحت اتجه إلى صور. صحيح. وغرقت في هذا المكان. فهذه يعني كانت كارثة لعمان كلها، يعني من شمالها إلى جنوبها. ولكن هذا سبحان الله. لأنه أيامها ما في إرصاد، ما في معلومات، ولا تنبؤات، ما في إذاعات، ما في تلفونات، عكس اليوم للإنسان في كل لحظة يجري ما يكون في الإسكيمو أو في جنوب أمريكا أو في أمريكا أو في غيرها من دول العالم. بالفعل. وكان ربما كان إصرار الوالدة، وهذا لك كله على البقاء. كفاح. كفاح. المهم أنه أنا إصرار الوالدة هو اللي نعم. نجاك من أنك تكون في هذه السفينة. يعني والناس كانوا على أمل، لأنه قال خريف. بعد حوالي شهر من غرق السفينة جاء الخريف، والناس كانوا ياملين. في من يقول والله هذا في كوريا موريا في الحلانيات، في من يقول هذا دخلوا يروحوا سقطرة اللنش، هذا يمكن مع العاصفة. حتى شهر 10 أنا في شهر 8 تزوجت. شهر أغسطس كان زواجي أنا وأخي، تزوجنا. والناس لا زال على ما في عزاء، ما في شيء، الناس على أمل أنه يأتي إن شاء الله خبر هذه الجماعة أنهم سفينتهم لجأت إلى أي مكان، أما إلى سقطرة، أما إلى جزر الحلانيات، أو إلى مدركة، أو أي شيء، لأنه ما كان في مواصلات. حتى لو نزلوا الأشخرة ما في مواصلات بين صلالة والأشخرة. لو وصلوا إلى مدركة ما في مواصلات، إلا إذا إنسان بيمشي بر بغالوا 10 أيام حتى يوصل إلى صلالة. المهم بعد هذا طلعت سفينة، أذكر أنه هناك الوالي الناس شدوا عليه واستأجروا سفينة. هذا الكلام في بداية شهر أكتوبر، استأجرت الحكومة سفينة وطلعوا فيها ناس مواطنين، روحوا إلى سقطرة ما وجدوا شيء، مروا إلى جزر الحلانيات ما وجدوا شيء، وصلوا حتى إلى رأس مدركة ما وجدوا شيء، قول الأشخرة ما وجدوا شيء. المهم أنه السفينة تأكدوا أن السفينة غرقت وما طلع أحد منها. عاد بدأ العزاء في الظفار، وتقريبا 162 أو 360 161 161 شخص. نعم. كلهم عليهم ألف رحمة، يعني تزوجوا بعض منهم زواجوا سنتين شهرين أو شهرين ونص، والحمد لله أنه بعض ناس نسائبنا اللي تزوجوا منهم 3 خلفوا من ولد سبحان. يعني عمر زواجهم شهرين ونص أو 3 أشهر، خلفوا أولاد يعني لم يروا آبائهم، يعني ما يروا آبائهم الحمد لله.
وبعضهم كثير يعني، حتى واحد من أخوالي برضو كان في نفس العاصمة أو غيره. نعم. المهم يعني أنا بعد هذا رجعت إلى المملكة السعودية في شهر إبريل من عام 60، كانت الزوجة حامل. رجعت طبعا إلى مسقط، من مسقط إلى دبي، ومن دبي يعني طلعت في الباخرة إلى دبي، ومن دبي هناك ركبت الطائرة حتى إلى البحرين، ومنها إلى السعودية. في شهر 7 وصلني الخبر أنه جاني ولد الحمد لله، وكانت فرحتي كبيرة لا تصدق يعني. في الغربة يعني جاك الخبر، نعم، في شهر جولاي. نعم. هذا في عام 60. نعم، جولاي عام 60. أنا في 61 قررت أني أغادر السعودية للكويت. أنا رجعت في عملي، لكن قلت أريد أن أغير يعني، لأنه لنا أقارب هناك في منطقة المحايدة في الخفكي في ميناء سعود في الكويت، فيعني حبيت أني أكون قريب منهم هناك. فسافرت من الدمام إلى الكويت، وفي الكويت هناك بقيت حوالي شهر أو شهر ونص. وجدت وظيفة حسابية في مكتب الوزان. نعم. أحد الوزان هذا عائلة كبيرة، عائلة يعني رجال أعمال كثير. فاشتغلت في مكتب أحمد محمد الوزان محاسب، يعني براتب 45 دينار يعادل راتبي اللي كنت أخذه أنا في المملكة السعودية. نعم. فاشتغلت حوالي سنة أو شوية. في 62 في شهر تقريبا إبريل أو مايو أعلن الجيش الكويتي أنه يريد ناس إداريين يعملون في الجيش إداريين. هذه الأيام الكويت تواجهها تهديد عبد الكريم قاسم يهدد الكويت بالاحتلال. نعم. يعني طبعا أنه الإنسان دخوله الجيش في هذاك الوقت اللي التهديد على دولة الكويت عملية ما هي سهلة، لكن يعني نحن خلاص نملك الشجاعة في هذاك الوقت، لأنه خلاص نحن الغربة خلقت منا ناس ما عاد نخاف من أي شيء، أنه الواحد يموت يواجه أي شيء، المهم أنه يعمل ويكسب رزقه بالحلال. حلال. فتقدمنا نحن العمانيين أكثر من 15 شخص مع مصريين مع سوريين لبنانيين في مقابلات. المهم بعد أول المقابلات شخصية، بعد هذا الأشخاص اللي مثلا يريدوهم في المقابلة الثانية نعطيهم عناويننا يرسلوننا رسائل. المقابلة الثانية كان فيها اختبارات طبعا، إنه أولا لازم يكون الواحد جيد في اللغة، يطبع طباعة. أنا فترتي في المملكة السعودية يعني حريص إني يعني أخلص مرحلة معينة. كنت أدرس المساء في مدرسة الدمام هناك حتى خلصت الإعدادية. نعم. يعني تصوري كنت أروح من الساعة 8 إلى الساعة 11 بالليل وأنا على الجوع والتعب. يعني من 8 الصباح يومك؟ لا، من 8 المساء. من 8 المساء إلى 11 يعني بالليل. إنه هذا مال يعني تعليم المسائي. بعدها أنا يعني كنت لازم أواصل، لأنه هذا طموحي. انتسبت إلى هناك معهد اسمه المعهد العربي في الدمام. هذا المعهد يعلم المحاسبة، يعلم الطباعة، السكرتارية وشيء من هذه الأشياء. انتسبت إله أنه في الأسبوع 3 أيام ساعة ونص خلصت موضوع الطباعة، أطبع لغة عربية في خلال شهر ونص أو شهرين. كنت أطبع حوالي 35 كلمة. بعدين المحاسبة حوالي شهر استمريت أني أدرس عندهم عملية محاسبة. هذا اللي كانت زادي إلى الكويت، وعندما دخلت في الجيش الكويتي كانت رصيدي هذا الطباعة. ودرست أيضا سكرتارية، كيف لما يكون اجتماع أنه أنا أحضر مع محضر الاجتماع، أسجل الناس إيش يقولوا، يعني الكلمات اللي أسجلها المهمة اللي من خلالها أقدر أكتب محضر. يعني تدربت على هذه الأشياء. نعم. وهذا هو ساعدني أولا في وظيفة محاسبة في الكويت، وبالتالي دخول الجيش الكويتي إلى الجيش فيما بعد. فكنت من المقبولين في الجيش الكويتي، وكان نصيبي أني أجي في مدرسة تدريب الجيش، لأنه هناك ألوية ومعسكرات ومدرسة تدريب الجيش، هناك يوزعون الناس. ف
فالإخوة العمانيين اللي قبلونا حوالي 8، هم تقدموا حوالي 15، لكن اللي احنا صرنا مقبولين حوالي 8 أشخاص. أنا جيت في مدرسة تدريب الجيش. رح أقرأ هذه الرسالة الشيخ عبد الله. سعدت بمقابلة لقاء الشيخ عبد الله بن علي باكثير الكندي، رمز من رموز هذا الوطن المعطاء ومنهل للعلم والمعرفة، خالد الخاطر، دولة قطر. نعم، شكرا جزيلا لك أخوي خالد، شكرا على متابعتك. مستمتعين بالحديث المثري للغاية للشيخ عبد الله وذكريات جميلة، تحية تليق بمقام الشيخ، وكل الشكر والتقدير لجميع القائمين على البرنامج من عبد الله العوفي. شكرا جزيلا لك أخوي عبد الله، أتمنى من هذا البرنامج الاستمرار، ويأتي بأمثلة من رجالات عمان مثل الشيخ عبد الله. الرسالة منقطعة نقرأها طبعا بالفهم. حلقة الشيخ عبد الله باكثير مميزة جدا، بلغي تحياتي لهذه القامة الوطنية، من خالد المعمري. شكرا جزيلا لك أخوي خالد، وإن شاء الله إجابة لسؤالك ستأتي في الحلقة إن شاء الله، وإذا ما جاوبنا عليها في هذه الحلقة سنجيب في الحلقة القادمة. يسأل عن ظروف الحرب في ظفار في الستينات، وأنت أيضا يعني اكتويت بشرارة تلك الحرب نوعا ما، إن شاء الله راح نتكلم عن هذه النقطة. تحياتي للشيخ عبد الله، الله يعطيه طول العمر، رجل غني عن التعريف، رقم منتهي ب61، من إبراهيم باكثير الكندي. مساكم الله بالخير، تحية تقدير للشيخ عبد الله من ربوع مسندم، لقاء رائع وشخصية مكافحة من علي الشحي. هذا الرجل شخصية فذة، من الشاعر ياسر بن سهيل الكثيري. هذه الشخصيات ومثل هؤلاء الشخصيات يجب أن تدون قصصهم، وهذا ما نقوله ونؤكد عليه. عندكم تراث الشيخ عبد الله، وحدة تاريخ الكابتن حمتوت جمعان. شكرا جزيلا الكابتن حمتوت جمعان، وأنت أيضا تستحق حلقة في حديث الروح، كان لك ألقك أيضا الكابتن حمتوت جمعان. الله يعطيكم الصحة والعافية الشيخ عبد الله، الرسالة منقطعة. نتمنى للشيخ عبد الله الصحة والعافية وطول العمر، ونمسي عليه من المرسل عثمان الشعيري. أبو خالد، رمز من رموز الوطن، نتمنى له الصحة وطول العمر، تاريخه عامر بالمواقف البيضاء اتجاه الوطن والمجتمع، من محمد حفيظ آل إبراهيم. شكرا جزيلا أخ محمد، الله يحفظك يا شيخنا الكريم. رسالة بدون اسم، من رقم منتهي ب02. إذن هذه هي أغلب الرسائل النصية، رسائل طبعا مقطعة، وفي كثير وصلت أيضا رسائل أخرى سأعود إليها تباعا على 90-45-6. إذن الشيخ عبد الله، نعم، اشتغلت في الجيش الكويتي في مطلع الستينات، في 62، في جولاي 62. نعم. طبعا في البداية حوالي شهر كنا مدنيين، بالتالي صدر قرار أنه نازل نلبس عسكري ونمر بفترة تدريب. طبعا لبسنا اللباس عسكري، وكنا نتدرب ساعتين في اليوم في فترة الصباح، وبالتالي نعود إلى المكاتب نشتغل. وخلال هذه الفترة أنا استفدت من كثير، لأنه هذا نحن في الإدارة برامج التدريب كلها تطبع عندنا، كلها تدون عندنا، تترجم عندنا، لأنه كل الكراسات اللي بيتدربوا عليها مثلا يعني المجندين في الكويت كانت كراسات يعني تاتي من الجيش البريطاني، يعني تدريبات وتترجم عندنا، هناك مترجمين في الإدارة أردنيين يترجموها، وبالتالي المدربين لهم ناس أيضا يحاضروهم في مجالات التدريب لهذا الجسم. فاستفدنا كثير من هذه الدورات الإدارية والعسكرية وغيرها. في 65 طبعا هي في جون اندلعت الثورة في جبال ظفار. نعم، يعني بدأت الثورة في جبال ظفار في مايو 65. طبعا أنا تعرف عسكري كنت بعيد عن كل هذه الأمور، لأنه إنسان عسكري يعني أقسم اليمين إنه ما يعني ما يدخل في الأمور السياسية والأمور هذه إلى آخره. يعني أنا بعد حوالي شهرين أو 3 أشهر
وصلتني رسالة من أهلي يعني يقول فيها أخي أنه يا أخي الآن ولدك كبر، عمره حوالي أكثر من 5 سنوات، ويعني زوجتك الآن أنت الآن غايب منها حوالي هالفترة، ويعني أنت لازم تخرج إلى تجي إلى ظفار. فأنا يعني الحقيقة أنه يعني هناك الحكومة ما عاد تفرق بين فلان وفلان، يعني عندها أنه الشباب هذا اللي قاموا بالثورة لازم هم شركاء في هذا العمل، وأنا أيامها بعيد عن هذا العمل، عن هذا العمل، عن الانخراط في مثل. فالمهم أنه تكررت رسالة أخي، يعني ما معناه أنه يعني أنت أمام خيارين، يا أنه أنت تجي شوف ولدك وأهلك، يا أنه هذا زوجتك حتغادرنا إلى عند أهلها. نعم، كنت تشتاق لابنك. نعم، تتخيل 5 سنين يعني انولده، 5 سنين مرت من عمره وما شفته. 5 سنوات وأنا الحقيقة يعني صدقيني أني أحلم فيه حتى في نومي، إيش بيكون شكل الولد هذا، كيف تكلم، كيف يمشي، أشوفه هو يحبي ولا هو يمشي. نعم، هذا يعني كان. وكيف كان لقاءه فيك بعد ما رجعت؟ والله الحقيقة يعني الحمد لله حمدت الله أني أشوف ولد ما شاء الله نزل مع عمه يقابلني بعد ما نزلت من السفينة. يا الله، كان ولد هادي وعاقل يعني، والحمد لله هو إلى الآن في هذا الهدوء. نعم، فالمهم أنه قررت السفر، قررت السفر في تقريبا كانت اللي رصيد إجازات حوالي تقريبا 90 يوم، وقررت السفر في شهر تقريبا نوفمبر أو أواخر بداية نوفمبر، بس كان عندي 50% أمل أني أوصل إلى أهلي، و50% قد أسجن في مسقط أو في عقبض علي في أي مكان، حتى ولو أنا ما إلي علاقة مثلا، بس من باب الحذر أنه ربما يكون هذا، من باب الحذر وأعرف يعمل بالجيش وأعرف أنه ناس مثلا قبض عليهم وهم ما لهم أي دور، لأنه أيامها بتعرف ما كان في شيء، لكن الحكومة كان يعني أنه أي إنسان شاب من هذه المنطقة لازم له دور في هذا ما حصل، حذر يعني أمني. المهم طلعت من الكويت إلى دبي، ومن دبي طبعا أنا شخص واحد ما في سفينة بتشيلني أنا لحالي إلى صلالة. طبعا ركبت السيارة إلى مسقط إلى دبي. تصوري أنه طبعا من دبي أخذت شوية هدايا لأهلي في شنطة واحدة وملابسي، وصلنا إلى الحويلات قالوا جمرك، فتحوا الشنط يعني عشور. يعني عرفوا أني أنا من صلالة وهكذا، يعني حتى ملابسي بقيت شبه عاري أنه ما يكون عندي أي شيء، وملابسي كذا كان ينثرونها هكذا نثر ما يكون فيها شيء، رسائل في أشياء في حاجات، يعني هذا النقطة اللي في الحويلات. من هناك وصلنا إلى صحار، حصلنا فيه برضو هناك في جمرك تفتيش، إيش قالوا فرق العشور، فتشنا مثل ما فتشنا في الحويلات. المهم حتى وصلت إلى مطرح. عند مستشفى النهضة آخر تفتيش، 5 تفتيش وصلنا، وكل تفتيش ندفع فيه فرق العشور، يعني دفعت تقريبا حوالي يعني أكثر من 150 روبية و 120 روبية كلها، وين فرق العشور مال هذه الشنطة اللي فيها ملابسي وملابس، لأنه يثمنوها يعني هذا الثوب يثمنونه كيف يباع في مسقط بسعره ما على أساس الناس كم اشتريته، هذا كان النظام السابق. المهم الحمد لله أنه جيت إلى مسقط، الحمد لله ما في شيء، ما حد يعني لا سألني ولا قبض علي، ومن حسن الحظ وجدت سفينة حوالي 40 شخص ما أعرف من وين جو، من حسن الحظ من قطر من البحرين من السعودية، أنه أخذوا هذه الأيام سفينة وبيسافروا إلى صلالة، يعني لو أتأخر يومين راحت السفينة عليك. فالمهم جيتهم وقلت لهم أنا معكم، قالوا أنت معنا، سافرنا في السفينة وصلنا إلى ظفار. طبعا من نزلنا أول سؤال جوازاتكم، سلمنا جوازاتنا خلاص قبض على الجوازات. المهم أنا ثالث يوم رابع يوم نزلت أنه أطالب بجوازي، قالوا لا والله الجواز عند محمد أمين، هذا محمد أمين هو سكرتير لجلالة السلطان سعيد بن تيمور، السلطان موجود في صلالة هذيك الأيام. بعد حوالي 10 أيام كتب رسالة لجلالة السلطان
قلت له أنه أنا جيت لزيارة أهلي بعد حوالي 6 سنوات من الغربة، وأنا موظف في الجيش الكويتي ولا زال أمامي خدمة وحقوقي الآن موجودة في الجيش، وإذا لم أعود فإنه حقوقي كلها حتذهب في السنوات هذه اللي أنا عشت في الكويت، وأنا ما لي دور في أي شيء، وأرجو أن تتفضل علي يعني بجوازي. ما رد علي بشيء، كتبت ثاني رسالة ما في رد. بعد حوالي 20 يوم 22 يوم، لا زال أمامي حوالي 20 يوم أبقى فيها عند أولادي، ما أشعر إلا بالليل دق شخص علينا البيت، فحد رد عليه قالوا له، قال لهم عبد الله موجود؟ قالوا نعم. قال لهم أراد ينزل هذا الشخص، الحقيقة ما بيني وبينه صداقة ومعرفة، لكنه رجل يعرف أهلي ويعرفني. نزلت وسلمت عليه، قلت له تفضل. قال لا أريدك هنا. قال لي أنت متى بتسافر؟ بترجع يعني للغربة؟ قلت له نعم إن شاء الله. متى؟ قلت له ممكن بعد 20 يوم هكذا إذا جت سفينة أو شيء أسافر. قال لي من فضلك أنا بقول لك شيء واحد بس، أرجوك أنه سر يعني في وجهك تشيل في وجهك أنه هذا الكلام ما يقال لأحد. قلت له لا تفضل. قال لي أنا عرفت أنه في قائمة فيها أشخاص بيعتقلوا، ويعرف كلمة الاعتقال، بيعتقلوا بيسجنوا يعني، وانت واحد منهم. قلت له ليش؟ قال هذا اللي هو حاصل. قلت له انا جوازي الان ممسوك عند محمد امين، وانا كتبت اول رسالة وثاني رسالة لجلالة السلطان، وشرحت له انه انا موظف في الجيش الكويتي، وانه امامي خدمات ولي حقوق، وانت تفضل علي بجوازي على اساس انه انا اعود للكويت ويعني أكمل الخدمة. ما رد عليه. قال لي المهم خلال يومين أنت إذا ما تشيل نفسك هتعتقل. نعم، رح نوقف هنا الشيخ عبد الله. نعم. ولأن خلاص ما بقالنا، الساعة 10 بيكون نشرة الأخبار، وأعتقد عبد العزيز أخوي عبد العزيز الوهيبي يستعد لأخبار رياضية، نشرة أخبار رياضية، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله راح نكمل أيضا كيف المشوار. خرجت المشوار، كيف خرجت من السلطنة، وأيضا كملت مسيرتك في الخليج، وساهمت فيما بعد في السبعينات في بناء السلطنة. بس خلني يا عبد الرحمن أقرأ هذه الرسائل على السريع. الجد الشيخ المربي عبد الله باء كثير الكندي رمز من رموز الوطن، نفخر به وبتاريخ عامر بالمواقف البيضاء تجاه الوطن والمجتمع، من عمر حسين آل إبراهيم. مساءكم ذخر لهذا الوطن، حديث شيق كثيرا مع الرجل، مع هذا الرجل استمتعت على طول الخط من مسقط إلى الجبل الأخضر، مغامر عمان نبيل الزكواني عمي الشيخ عبد الله، تاريخ ومسيرة حافلة بالعطاء، الله يعطيه صحة والعافية. فيصل محمد الكثير باء كثير الكندي بسرعة عبد الرحمن ما عليه أطال الله بعمر الشيخ عبد الله، إنسان مخضرم وشخصية نادرة. سعيد الهنائي أم عمر بكثير الكندي، الشيخ عبد الله يعطيك الصحة، اللهم أمين. تحياتي لجدي العزيز والله يطول بعمره. ياسر سهيل الكندي، مساء الخير وتحية للشيخ عبد الله ولطاقم البرنامج، ولكم الشكر والتقدير على هذا البرنامج ما شو وقت الذي يثلج، عندي 4 دقائق، الذي يثلج الصدر. تعال زي عبد العزيز. الشيخ عبد الله رمز من رموز التاريخ العماني، ونشكركم على استضافة الشيخ عبد الله المرهون. حامد القحطاني شكرا جزيلا لك. سعيد بن جويد شكرا جزيلا لك، واعتذر للأخوة اللي ما بقريت رسائلهم لأن ما بقى وقت في أخبار رياضية على رأس الساعة. شكرا جزيلا لكم، نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، وأيضا مع الشيخ عبد الله باكثير الكندي. تصبحون على خير. كل ما أقل